الجائزة مجازة لكل الشعب الجزائري بمناسبة حلول يناير والسنة الأمازيغية 1969، وبمناسبة هذا العام الجديد اليوم في حصة غير نستقبل، نقدر نقولوا بلي حتكون حصتنا بشكل كبير أمازيغية وقبائلية بضيوفنا، وبدون إطالة نستقبل ضيفنا الأول. ضيفنا الأول هو بكل بساطة كتب تاريخ كرة القدم الجزائرية، 10 ألقاب، 5 كؤوس إفريقية، 2 كؤوس الجمهورية، 4 بطولات في الجزائر. هو الرئيس الأكثر تتويج في الجزائر، كان قاد فريقه لعدة أفراح وفرح الشعب الجزائري خاصة في العشرية السوداء. حصريا اليوم في غير فوتها شرفنا بحضوره الرئيس السابق لشبيبة القبائل محمد شريف حناشي. تفضل معنا سي محمد شريف حناشي، تفضل معنا. غير فوتها ما تكونش من 10 والقبطان تاعنا عمار عمور. ضيفنا الثاني جانا من مدينة وهران الباهية، هو كان لاعب سابق في مولودية الجزائر، كان بطل الجزائر في 1999 مع لوديو كرمالي الله يرحمه ومصطفى بسكري. تحية كبيرة لعبد الحميد نشاد. الثالث هو كان لاعب الاتحاد العاصمة وكان أيضا لاعب دولي سابق، عبد الوهاب تزاروين. تحية. اليوم اخترنا أن يكون معنا فنان شاب وجابنا جديد تاعو لي جو سوي سيغ راح يعجبكم، يعجبكم كثير. تحية كبيرة لأمين من جروب أورليني. بطبيعة الحال غير فوتها ما تكونش أيضا بدون الفنان المحبوب محمد خساني. تحية. وتحية ليكم جمهورنا، انتوما اللي راكم معنا بياسر. كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، اليوم بمناسبة يناير يشرفنا بحضور لومبلام بور ما يغوبريزونت لان دي زومبلام دو لا كابيلي توت انتيغ و دو لالجيري ايضا، لانه كل الجزائر وكان لانه فرح كامل الشعب الجزائري ب10 ألقاب، 25 سنة على رأس نادي كبير هو شبيبة القبائل. هو كان غائب على الساحة الإعلامية لمدة أشهر، لكن حصريا اليوم هو معنا في غير فوتها. السيد محمد شريف حناشي، مساء الخير ويعطيك الصحة، فريمون يعطيك الصحة اللي شرفنا بحضورك. الحمد لله اسكوسان غاز اي تو ا تو لي زالجيريان. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. عمار عمور مساء الخير. مساء الخير اسماء، شرف كبير يحضر معنا رئيس كبير وكما قلت لي انت كتب التاريخ الجزائري خاصة تاريخ كرة القدم الجزائرية. رحبوا بالضيوف تاعنا بالجمهور اللي حاضر، ونتمنوا للجزائريين كاع سنة أمازيغية إن شاء الله تكون مليحة بالصحة، إن شاء الله تكون بالصحة والخير على كاع الجزائريين إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة عمار عمور. عبد الحميد نشاد مساء الخير، وسام في بليزير يعني عاود شفتك بعد هذه السنوات وهذه الغيبة الطويلة. الله يسلمك أسماء، بارك الله فيك، مشكورة على الاستدعاء وأسقاسة من قاس إن شاء الله. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. عبد الوهاب تزاروين مساء الخير. مساء الخير أسماء، نشكركم على الاستضافة وأنا نقول للشعب الجزائري السقاسة مكاس. الله يسلمك يعطيك الصحة. معنا أمين من جروب أورلين، مساء الخير، مرحبا بك معنا في غير فوتها أيضا. يعطيك الصحة ميرسي، سقاسة مكاس كاع لي زالجيريان وقاعدة في الشباب إن شاء الله نجوزوها. يعطيك الصحة ميرسي. محمد خساني اليوم جوبونس كو راك قابلناك. نعم اليوم يعني انا محظوظ يعني، وهاد الصوالح يدور يعني هاد الحصص يدخلوا في التاريخ تاعي اللي نفتخر بهم. رئيس كيما
سي حناشي اللي شرف ليا اليوم راه ضيف عندنا وكل اللاعبين اللي راهم هنا وكما يقول لك واسقاسه مقاس وانت يا يعني تاريخ الجزائر وتاريخ شباب القبائل واليوم رانا راني متشوق نسمعك تهضر على كره القدم الجزائريه وعلى فريق شباب القبائل. الله يسلمك يعطيك الصحه. كما عودناكم في كل حصة نبدأ بالأكتواليتي تاعنا في كرة القدم الجزائرية، شوفوا واش صرا عندنا في الأكتواليتي في كرة القدم الجزائرية هذا الأسبوع. بعد ما نحوها للكاميرون الكان 2019 رايحة تتنظم في مصر بصفة رسمية، وهذا بعد صراع الكبير في الكواليس بين الفراعنة وأحفاد نيلسون مونديلا. بعد ما احتضنتها 4 مرات 1959 74 86 و2006 ها هي الكان تعود للمرة الخامسة لمصر بعد ما دخلت عليها أيضا المغرب لأسباب مجهولة. الجزائر اللي كانت طامعة منذ 2017 وتراجعت بعدها على رغبتها لتنظيم الكان بعد ما تأخرت في مشاريع الملاعب لازم عليها تستنى حتى 2027 ويا ربي ولا تصح لنا. من جهة أخرى جمال بالماضي يكون بلا شك محرج بعد هذا التصويت لأن الناخب الجزائري قال في تصريح للصحافة أنه يفضل جنوب إفريقيا على مصر لأسباب مناخية فقط، لكن المصريين ما عجبهمش كلامه وتهجموا عليه بقوة وقالوا أنه بالماضي خاف يلعب في مصر لأنه راح عارف أنه في القاهرة ما عنده ما يطمع في لاكوب. ما عندها بالماضي دار ضغط لروحه من اليوم. شباب رياضي لي بالوزداد تلقى اون ريبونس نيجاتيف من طرف المحكمة الإدارية الرياضية المعروفة باسم طاس في قضية 3 نقاط اللي تسحبت في بداية الموسم. رئيس النادي سعيد عليق ما راحش يكتفي بهاد الإجابة وقرر يلحق هاد لافير إلى طاس الدولي وحتى الفيفا إذا لزمته الأمور، لأن المسيرين الحاليين لشباب الوزداد ما حبوش يتقبلوا قرار مثل هذا اللي ممكن أنه يكون عنده وزن ثقيل في نهاية الموسم. مصير سيربي يقدر يتقرر في هاد 3 نقاط والأمر لازم يتنحسم قبل فوات الأوان. سعيد عليق اللي حب يرجع بنادي العقيبة إلى الواجهة في السنوات المقبلة ما يقدرش يسكت على غلطات ما عنده حتى دخل فيها واللي تتحملها الإدارة السابقة اللي قريب لحقت بنادي عريق إلى الهاوية. اللي عنده والي صحيح ما يخاف يطيح ولا يقيس الريح، هذا واش راح صاري في مولودية وهران اللي بشرها السيد مولود شريفي بخير كبير بعد ما جاب لها سبونسور اللي بلا شك راهو رايح يخرجها من الغرقة نهائيا، لانه لاموض في الوقت الحالي راهي لشراء اغلبية الاسهم لكل شركة وطنية اللي تتقرب من نادي كرة قدم. لهذا شركة ايبخوك اللي تابعة لسوناطراك بدأت تتفاوض مع المسيرين الحاليين لمولودية وهران. من جهة اخرى الجامعة راهي تساءل على مستقبل الرئيس بابا وحاب يعرف واش راح يكون المصير ديالو بعد ما يترسم العقد بين لو ام سي يو والجروب ايبخوك. ناس غيليزان مسقط راس بابا صابوا له الحل والكثير منهم راهم يطلبوا منه يرجع لبلاده باش يترأس النادي للموسم المقبل. واش راح يدير بابا؟ جاوبونا الى راكم عارفين. اتحاد العاصمة تزعزعت بعد الانهزام الاخير في الجولة 16 في تاجناند وخاصة بعد فوز شبيبة القبائل في الصورة وتقليص الفارق الى 4 نقاط فقط. هذا ما ادى بعلي حداد لو بيك بوس تاع النادي انه يزور اللاعبين والمسيرين باش يجبد لهم شوية الودنين قبل ما يريب الفريق. حداد طلب من الجميع اكثر تركيز باش ما يدخلوش في ازمة ذهنية وهما مازالهم في الرياضة. علي حداد عارف لانه الضغط يكبر على الرائد اذا ما بدات سلسلة الانهزامات والتعادلات والغالب يقدر يصبح مغلوب وفي مهلة قصيرة جدا. على هذا اللي تنقل الى ملعب بولوغين باش يدعم اللاعبين والمسيرين وينذر الجميع بان الحالة تقدر تكون سهلة وصعيبة في نفس الوقت. سيد محمد شريف حناشي واش هي ممكن لاكتواليتي اللي البوزاع تيغي في هذا البتاغ تاعنا؟ تو دابور افون توت شوز جو فو سولمون clarifier que je me suis retiré du football définitivement. Très bien. Comme ça, ma kach wahed li yehder ala Hnachi. Donc, on est avec nous pour nous faire plaisir. Non, pour nous faire plaisir, c'est tout.
مي جانتيردي ا تو الموند. صافي دو موا دو موا ان سارتان جوار لكس جوار دو لا جي اس كا يبود. Il ne fait que dire des mensonges, comme quoi les 20 années qui sont passées, les dirigeants de la JSK n'ont rien fait. Alors j'ai ramené 5 Coupes d'Afrique. A attalé le président de la République le grand stade de Tizi Ouzou. A attalé le président de la République Souk, quand déroule le Souma. قهوة قطعوها ان دو. يا بليزيور شوز. إل ما توجور دوني دو لارجون، لو بريزيدون. وي. إل أم لا جي اس كا. إل إيتي بريزيدون دونور أبيك عبد القادر خالف. إي أبيك موا إل إي. إل إي بيان. C'est votre ami, nous pouvons dire que c'est mon ami, ça c'est sûr, c'est mon ami. Maintenant que c'est un ami, le président de la République. Voilà. Très bien. Donc, Seyd Mouchif Hennachi, Rahou, retiré du football. Et vous avez, يعني, باش نعاود نحن نولوا نعاودوا نتكلموا عليك وعلى الشبيبه وعلى ممكن تصريحات حتى السيد عبود. برك باختصار ممكن كنت بيسك تكلمنا على لي سبونسور، على بالي بلي راك زعفان شويه بارابور على لي سبونسور هذوما جوستومون. سي تو افي نورمال ان طونك اكس بريزيدون دو لا جي اس كا. Quand même, j'ai mon cœur qui bat pour la JSK. Alors, c'est très grave parce que voir l'USM Blabes, l'MCO, l'MCA, JSS, CSC, gars sponsorisé par son attaque, l'USMA d'Alger, est financé par le stade de Tizi Ouzou. 5 000 milliards. Et nous, lorsqu'ils ont commencé les travaux du stade, il est venu avec le wali de Tizi Ouzou. Il est venu, il est venu, وقال لي تو شاك اني 6 مليار صافي مانتنون لو ستاد دو تيزي وزو اللي تا 12 13 موا 14 موا 14 موا سافو دير كو يا 180 مليار نعم و سنتيم ما يعطيهش وسنيتو هاد لاكونفونسيون سنين لاكونفونسيون افيك معزوز الوالي معزوز ما كان والو الكونترا هذا راه موجود يل اكزيست سي حمد يل اكزيست مي يا دي تروك و ايزون دونك ان فيت انت تقول باللي لوسما بلارجون تاع لو ستاد تاع لو ستاد تاع لو ستاد لارجون دو ستاد باش تمشي لوسما دونك سي با نورمال كو كامل هاد الفرق يكون عندها دي سبونسور و جي اس كالي كيما قلنا غير في عهدك عاد فازت ب 10 تيتر دون 5 كوب افريكان ما عندهاش ان سبونسور كي سو ريسبكت ونشوفوا سي محشف حناش عمر عمور مالغري اللي راح مازالو يخمم على جوستومون مازالو إلي انكي بور لا جي اس كا الناس اللي تقول باللي إلي باكي إلي اونكور انكي بيان سور باسكو واش قال الكلمه الاخرى قال باللي قلبو راه يخبط شباب القبائل دونك بلي بالك عنده اكثر من 50 سنه هو في شباب القبائل هضرت معاه في الكواليس قال لك لا بريمير ليسونس لي سينيتا في جي اس كا سيتي 63 معناتها 63 حتى 2015 ولا 2016 ولا دونك بلي فتره اللي كان بها كلاعب كان فيها كديريجون وكرئيس فريق اللي حظى بالالقاب والكؤوس اللي فاز بها اللي شرف اولا شباب القبائل وثانيا الكره الجزائريه لانه جاب 5 القاب افريقيه كتب التاريخ كما قلنا وكل شيء ولكن حبه للفريق راه يخليه دائما يدافع عليه حتى وراه في الخفاء وراه قال بلي اني جو سوي روتيري دو فوتبول الجيريان مي توجور راه اتاشي للفريق شبيبة القبائل برافو ليه على كل السنوات اللي قضاها في شبيبة القبائل والفرحه اللي دخلها في قلوب الشعب الجزائري
والحاجة الثالثة برافو عليه لأنه مازال يخمم على شباب القبائل وعلى المصالح تاع شباب القبائل. نعم تصفيق على نعم. وين يا محمد كنت حاب تدخل؟ كنت حاب تدخل؟ نو أنا يعني عمور قال قال واش كنت حاب؟ صدر هو قالنا أنا يعني حب باش الناس تفهم حبس كرة القدم ولكن ما حبش مناصرة فريق شباب القبائل يعني قعد مناصر شباب القبائل ولكن كمسير هو قال لك حبست كمسير نعم صدر وحنا نحيوا على حبه الفريق تاعه بصحة نعم بجهب تزاروين ممكن كلمة على كأس إفريقيا اللي راح تكون في مصر وماشي في جنوب إفريقيا هذا شيء جميل لنا احنا كجزائريين لماذا ان احنا الكاس الافريقية تنظم في مصر يعني من ناحيه تاع كما يقولوا الكليما والجوار تاعنا كما يقولوا ما يكونش عندهم بروبليم دو كليما ولا كما يقولوا ديمي عباك احنا كنا شاك فوا نلعبوا كاس افريقيا في لافريك انا توجو البروبليم لو طون هيميد الكليما سخانه اليوم احنا واش نقول لك اسماء الفريق الوطني هذا بقياده المدرب الشاب جبل الماضي كما يقولوا ان شاء الله ما يكون عندنا حتى عذر ثمك في مصر ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. نعم سي احمد. واش جو فودغي دير سي كون ليس بن مادي ترونكيل ماشي هو ماشي سي با لا بريس سي با لي جون كي فون لو دير لو فير يعني ريكولي ولا إل كوني سون ترافاي خليوه يخدم الخدمه تاعه. اه سي تو. تو تافي وبيسك تكلم على جمال بالماضي جمال بالماضي اللي غير فوتها عطانا تصريح حصري جوستومون على واش يخمم واش يخمم بالنسبه للكاس الافريقيه هذه اللي راح تجرى في مصر اسمعوا واش يقول الناخب الوطني on a pris hier la notification comme quoi la Coupe d'Afrique se jouera l'édition 2019 se jouera en Égypte. Bah écoute, il y avait 50% au moins, en tous les cas là-bas, au départ, de chances que ça se joue là-bas, puisque ça joue entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ça a été, il a été décidé que ce sera l'Égypte. Bah, y a pas de souci, hein. On va aller avec toujours autant d'ambition, de détermination, d'envie. Voilà de jouer le meilleur football que l'on peut et viser le maximum et le plus loin que l'on peut voilà c'est ça ce qui m'anime moi en tant que coach et aussi je peux me permettre de parler au nom de mon staff et des joueurs donc on a un lieu, on a une date. Il va falloir être maintenant prêt pour ce défi. C'est un défi qui nous attend, mais un beau challenge. Voilà. Assalamu alaikum. J'ai raison de dire comme ça. Laissez-le tranquille. Il connaît son métier. Il a toujours travaillé comme entraîneur. Regarde l'équipe nationale. D'ailleurs, il a récupéré les jeunes des clubs. Il a raison. Qui m'a acheté, c'est un excellent joueur. Du tout, même le sud. Saoura. Non, pas Saoura. Chaouia. شوية كان مسكين ولا واش تعطي له يقبل اي دوك اللي استيمي 600 مليون ولا 700 مليون الحمد لله باسكو إلا جوا اون ايكيب ناسيونال تو تافي اوت شوز مون دي فوتبول جو سوي لوان دو مون ايكيب جو سوي دايور تري كونتون دي ريزولتا réalisé actuellement et bonne route pour les étiquettes, l'opposition. Moi, je suis opposant à personne. Depuis 63 que je suis à la JSK, mon palmarès est derrière moi.
ميساج قوي هذا يا سان فور، ميساج فور فولي باسي سي حمحش الحنش. يتعلموا يتعلموا لا 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 كون هادو يتعلموا لي سو كي كريتيك لا جيستيون د حناشي. راح نعاودوا نولوا لا جيستيون د حناشي. جوست ما كلمه لحميد النشاد، ممكن لاكتواليتي اللي جلباتك هذا الاسبوع؟ الفريق الوطني مدرب صرح باللي الى اون ان ديفي، هو مدرب الله يبارك شاب وعمل ديجا خدم الى في سي بروف، ودروك راه كيما نقولوا عندها على راس الفريق الوطني، وراهم كاينين نتمنوا له ان شاء الله النجاح. راه كاين دي ريزيطا اللي راه الديفا راه يكون في مجموعه، والحق الحمد لله راه مسيطر على المجموعه، ونتمنوا له ان شاء الله النجاح ان شاء الله في الفلاكان هذه ان شاء الله. سي محشيف حناشي معنا نولي ليك امين ديكو بولين، واش راه يدير في الوقت الحالي بعد 25 سنه وانت رئيس كنت قبلها لاعب؟ كيفاش مشاكل كيفاش واش راك دير؟ الناس كامله يتسقسي وين راهو محشيف حناشي. Maintenant, je m'occupe de mes enfants. Et actuellement, je suis en train de construire des villas à Tizi Ouzou. Voilà, parce que ce que je suis en train de faire. Donc, mazal business ou mazal khadma, mazal ou yakhdamak, chna habs. Khadma, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Moi, j'ai des bâtiments, j'ai كل شيء معيش alhamdoulilah. Alhamdoulilah ya rabbi. Alhamdoulilah ya rabbi. Riht ya la pression, c'est moi chef Hnachi ou la touhchtha? La la pression ana ma tahmnish. Ana j'aime mon club pas plus et je ne parle pas. Ma nqulch nnas ou le club ou la نخليه هكذاك راقدين وإلا فطنوا فطنوا ما فطنوش. زيد غطيهم. أعطيك صحة. وش هي الحاجة اللي توحشتها سي محشيف حناشي؟ حاجة اللي توحشتها في جي اس كا اللي ما راكش بريزيدون؟ غير مي مونك. طون زون طون ندير البوست، طون زون طون ندير لا تيليفزيون. وراني قاعد في داري. فوالا كومون كي على بالك حنا سي محشيف حناشي وشي الحاجه اللي توحشنا هادو في مراكش بريزيدون لي تيتر. لي تيتر سي سيغ دوك كل صح. ولي ديكلاراسيون تاعك سي محشيف حناشي فوزافي دي ديك عنده تصريحات يعني وحدها اونيك وتعجبنا وماركونت يعني فوزافي ماركي لو فوتبول الجيريان باغ فو ديكلاراسيون سي فري. مو جو خاطيني حياتي ما كاش ني بروفوكاسيون ني جيم تو الموند جو ديسكوت افيك تو الموند في الحومه خير ربي. كل عندك كل يجي عندك ملال يقول لك بيع لي فيلا. ها ملال لو بريزيدون دروك تاع لا جياسكا يجي عندك يقول لك بيع لي فيلا ولا ابارتيوم ما يديش. شاسان لي قال على ليمام لي ديكلاسيون تاعك حنا اللي حبيناهم باسكو كان عنده اون استراتيجي دو كومونيكاسيون. كان عندك اون استراتيجي دو كومونيكاسيون يعني بمعنى الكلمه سي محشيف حناشي. حنا حبينا نفكروك شويه في هذه ديكلاسيون. شوف معنا كي كانوا كي ولا سي محشيف حناشي. شوفوا معنا. ليكيب تاعي ما عطاش الوجه يعني الحقيقي تاعو تاعها وغلطات يعني المدربين تاعي اليوم داروا غلطه كبيره يعني هما يعني الغلطه يعني الخساره تاع اليوم هما كانت هما كان صراع تكتيكي يعني صراع تكتيكي يعني وباين يعني انا اليوم المدربين يعني اللي خسروا المقابله. ما لعبناش يعني على بالكم راكم صافي واحد نص ساعه ملي لحقتوا على شفتوا واش يعني الناس اللي تهضروا والبوليسي واش قالوا و يعني اليوم دارونا كيطابون يعني راحوا يدخلونا عند الشعب. حنا ما حبيناش لوفيسي دورنا من الصطاد عقبنا منا لقينا واحد 50 عباد هنا يضربوا فينا ضربوا كات جوا وانا ضربوني وداو لي الصاك حتى الكبه تاعي داوه فيه لي زيكيمون تاعي والدراهم. ويعني كيفاش تلعب؟ يعني لاغريسيون هنا وتروح للملعب كيفاه؟ كومون؟ و لوفيسي نحاو كات كارت ديدونتيتي اللي ضربونا هنا وافيك دي بادج. يعني ما بقاتش.
لحقاش يعني. يعني حكموهم هذو اللي ضربوك مربعه. حكموهم و الكوميساريه. إذا المشكل انتهى يعني. دو اربعه من كانوا 30 ولا 40 ولا 50. هو اللي لاجيسكا شامبيون الجزائري الشعب إلى فيتي لو تيتر كي فرحان. علاش تهنوا زياده؟ يعني فرحان فرحان نخدموا في فرحان والحمد لله. لا سنجاق يعني كمدرب معروف يعني اكبر مدربين يعني الجيريان والحمد لله يعني لو كان يعني دار لا بريباراسيون ويعني هو اللي يدير يعني قال شامبيونا تكتيكمون اللي تري فور جو لو ريميرسي على كل حال دو باساج دار 47 يوم يعني معنا يعني فريمون صافي بليزير يعني ان بريزيدون يخدم افيك ان انترينور كيما سنجاق يعطيه الصحه ليسونسييل مع محيدين دينا لا كوب دافريك دونك شامبيونا عندنا الوقت نبريباريوه نديرو لها كيما درنا لا كوب دافريك. تمايا تمايا ربي 25 برك ابوبري شفت عليهم ليك هذيك كنت في قسنطينه نهار داو لكم جيتابو هكذا كنت مع الجورناليست مخلوف بوخزر الله يرحمه قسنطينه بالبواقي بالبواقي لا لا شويه ما ضربوناش شويه برك مع شويه بريزيدون هذيك لاسي هذه فيهم البواقي انا كنت لعبت تحت شويه انا ذاك كنت لعبت تحت شويه انا واش يذكروك هاد لي زيماج هادوما بالي بوك لا لا بالي بوك سي توت افي نورمال لوسكو تو 20 ans 25 ans انت راني ولا خمس دونك راني 69 ans لا بالي ما زالك شاب سي ما شفت هادشي مازال بركه صافي بليزير كامام دو لا فوا انا الالبوم اللي عندي في الدار بالك نجيبه لك من بعد بيان سور il y a toutes les photos du championnat. D'accord. Gars, au moins 100 pages. صح محشي في حنا شي وشي الحاجه ممكن اللي قعدت لك لو بلو غران ولو بلو لو سوفونير سوفونير لو بلو فور اللي ماركاك منذ تراس شبيبه القبائل حتى نهار رحت. Lorsque ce qui m'a poussé à déclarer la première Coupe d'Afrique, j'ai dit que je vais gagner la deuxième et la troisième. Hakda, machi. Et qui m'a kan le hal? La deuxième, la troisième, j'ai Que toi, tu fais rohak? Ah oui, j'étais plus que sûr. Ou le haja li, vous regrettez le plus? L'indemt aliha, moumkin? Enfin, on a eu quand même, depuis la mort de Bossé, le club a bat chouya. Et on a tout fait, on l'a aidé, son père, parce que l'a rahmo. Mais on a aidé son père, un an, a été 4 000 euros. La Ligue nationale, la Ligue nationale, un an où on lui a donné 9 000 dollars. Où le président de la République a talé 200 000 euros. 200 000 euros. Le président Abdelaziz Bouteflika, il lui a donné 200 000 euros. هكذاك وكانوا يبغوا يزيدوا. واش صرا سي حناشي اسكو تقدر تقول لنا واش صرا اكزاكتومون في الحادثه تاع ايبوسي؟ كيفاه؟ واش صرا اكزاكتومون في الحادثه تاع ايبوسي؟ واش صرا في هذيك الحادثه؟ لا فغي فيرسيون فينالمون. اون بو با لا اون لا كوني با. اون لا كوني با. اون لا كوني با باسكو إلا روسو اون بيير لهنايا جو سي با سي إلا بتيربولا ولا باليد. حتى قالوا لي بوسي مات الطون ندخل لي فيستير بوسي مات بوسي سي الميور جوار دالجيري
مي فو دير لي كاد فيريتي. هذاك يمابيل مسكين بابا الله يرحمه، بابا لي زقيلي جامي يقول اوت شوز. دونك انت كرئيس ما كنتش على بالك اكزاكتومون واش صرا ولي حد الان. بورتو كاين بزاف الناس يخمو بلي انت عندك لا فغي فيرسيون وعلى بالك واش صرا. جامي دو لا في جامي. كيف كنت في لا تريبيون؟ لا تريبيون اوفيسيال. ما تجي توصل ما ما نجي نوصل لي فيستير ديجا دوال لوبيتال. كيفاش جبل صابوه؟ واحد ما حكى لك سي حنا شي واحد ما حكى لي واحد الاخر. Après, on l'a accompagné, j'ai mis deux dirigeants, ils l'ont accompagné au pays, Théo. J'étais jusqu'à Paris, où a été le drame. Donc, l'essentiel. Est-ce que vous êtes en contact avec la famille Théo? Si, sa maman est venue à Tizi Ouzou. D'accord. J'ai été à Tizi Ouzou. Elle a visité, son appartement, il a eu un appartement de la JSK, mais lorsque la police Djoumana, ils ont trouvé des médicaments. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Un carton de médicaments. Ça wesh ? Je ne sais pas. الله يرحموه تري جونتي. الله يرحموه. دونك قعدت اون انيغم هاد لامور وراح تقعد اون انيغم واقيلا. الناس غير الكذب غير يكذبوا. الوغ او موان يخليو يبوسي ترونكيل. وانت يعني شفناك تقصت بزاف من هذيك الحادثه. انا دوبوي وانا لوسك جي سو قعدت نبكي. قعدت نبكي. اي طول التراجي دينا سور باري، باري بات في الايروبور، من بعد ديناه لافريك سميث. ندولار رحتو نو؟ كامرون فين ندولار؟ كامرون ندولار جوبونس. كامرون. ندولار في الكامرون. ديناه الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. عندنا واحد صور ليك سي محمد جيف حناشي باختصار دي بيرسوناج. قلنا كلمة عليهم. يا با دو بروبليم. اوكي، الصورة الأولى من فضلك. هذا محي الدين خالف. محي الدين خالف. سي لان دي ميور انترينور كي باسي على جي اس كا، اي بي وليد الفاميليا، إلا تو، دايور إلا ريوسي، إلا في كامام فانتان داني على جي اس كا. ربح مع كاس افريقيا سورتو في مع كان مع ديو سنجاق. وين؟ مع ديو سنجاق محي الدين خالف سنجاق. غاني كوب دافريك. هذيك لا غاني اونكور كوب دافريك محي الدين. وي. افون وي تو تافي معك نعم. الصورة الثانية. الالماس. الالماس. كلمة على احسن الالماس. انت كنت تقول باللي احسن أحسن جوار في جبو دير أفريكا. بس كنت لعبت كونتر عليه. لا لعبت دو ماتش. لعبنا في هنا في الجزائر 20 أوت درنا ماتش نول. في تيزي وزو غلبناهم 2-1. واش كان عنده علاش تقول عليه أحسن الله يرحمه أحسن لاعب بأفريكا؟ سكوت برك ما يحبسش دلاتات دوبي يدي كي دريبلي كي سي ان مونستر. الصورة الثالثة ممكن موراها الله يرحمه عمر الدولي. ليبي نعم الله يرحمه. تقدر تقولنا عليه مات اللي جبتوه؟ هي جبتو نعم. ايه انا اللي جبتو. سي ان بون جوار. نوزا ايدي من بعد راح لا تونيزي، من بعد لا تونيزي راح لبلادو. مي سي ان اكسيلون جوار. كيفاش سمعت نهار توفى سي حناشي؟ نهار توفى كيفاش سمعت؟ سي اون بوفي با بارتير يعني الجنازه.
مي انا ديجا كنت ا باري كي توفى يما خبروني ديريكتومون مي الله يرحمه لي كوندوليونس صورة اخرى طون زون طون معايا ترونكيل طون زون طون يدور عليه يدور خطرت بلا خطرت هيا راك تشوفوا انا درتو في لا فيديراسيون عادي انا اللي درتو في لا فيديراسيون دار عليك راه راه سي دار دور خطره انا كان داير ولا كان معاك انا داير شويه نعطيك بالجنب احكي لنا الحكايه كيفاش حتى درتو في لا فيديراسيون سيدي هذه سان سكوب هذا كيفاش انت حتى درتو انت في لا فيديراسيون احكي لنا سان سكوب اي دوك نحكي لك كان لي زيليكسيون pour le renouvellement du président alors كان هو كانوا صحاب لي فيلان داو صحاب لي فيلان ربي يسمح لي je les ai un peu bousculé قلت له دي سي هو كي با être président نتوما لا prochaine fois وقبلوا كاع مخلوفي كاع لي بروفيسيونيل هو كي لعبنا مع اون ماركي لو بوت على ديرنيير مينوت مع المغرب الوداد كازابلانكا ديرنيير مينوت ماركينا البوت تما يا سعيد عزوز هو اللي قال لي تو بايد الحاج قلت له يا با بروبليم عاونتو طون زون طون راهو مليح طون زون طون قلت لها دو فوا زيد لها ثالثة طون زون طون راه مليح زيد لها طون زون طون مي هذه مي مليحة Dans la vie, c'est bien. Mais c'est bon. Vous étiez le seul président, les comptes, il y a une étude, il y a une vous vouliez tenir tête. Comme les chafons, ça n'a pas de comptes. Qu'est-ce que je ne fais pas l'abdonné? Oh, c'est un. Déjà, il m'a attaqué en justice. Oui. La justice, je suis tout, je suis le gars. كيفاش تي فا اتاكي ان بريزيدون ولا ان جوار في لا جوستيس ماشي مقبوله ايه سي بور سا كو هذا انا نعرفو مليح دايوغ انا قلت له كلمه خدمته قلت له كي كنت انايا عندي لا بي ام انت تقطع التيكيات في السينما صح ما عجبكش الحال دي قلت والو هذه الحقيقه قالها صح قالها سي فري وعلاش قلتها دايوغ صح ناشي علاش قلتها دون ان مومون وين يعني كنت زعفان بزاف ماشي زعفان برك او دانيو جوستيس ونسمح له مي دوكا سي بون دوكا سي بون كان صاحبي دوك ولا صاحبي علاه تري بيان واحد صورة أخرى أي تري بيان اللي نحيوه سي محمد راه ولاو يشوف فينا أكي خايف يولي إن شاء الله إن شاء الله يولي شوف الصورة وي دقيقة ريفالدو حميد برقيقة أسكو هذا هو المهاجم لو ميور أتاكو اللي يلعب عندك ولا حاجة عدلان كاين حاجة عدلان كاين بويش كاين لي زاتاكون كاين الوقت هذاك انا نشوف المايو هذا اها شريناه كنا في سانتيتيان عبيت واحد فانتن دو تريكو بور لو كلوب توت لاني هادو ها بلونكي واش رايك في اللوغو الالوان تاع اللوغو اللي تبدلوا سي حنا هناشي كيفاش ما تبدلش الالوان مش تاع هذا العام ايزون ديبوزي ان لوغو افيك دوت كولور نو قلت لهم اون ني با كيستيون
تبدلوا جامي دلابين قبل له جامي هذا هو اللوغو تاعنا دفي 1900 كيلك خلينا به دونك ما عندوش الحق باش يغير الوان نو 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 ما عندوش الوقت لا بوسيبيليتي دو شانجي داكور سي نشريوهم في سانتيتيان كان يا ربي 50 ميل المايو كاين صوره تاع ايبوسي كنا تكلمنا عليه وبعد ايبوسي كاين ممكن صوره اخرى قول لي هذا نعم ايبوسي اللي الله يرحمه اللي تكلمنا عليه وسبق وتكلمت عليه صوره اخرى للاعب لمدرب اخر خدمت معاه بزاف واش تقدر تقول لنا عليه سي حناشي تشوفوا واش تقول لنا على سنجاق سنجاق في هذيك الفيديو كنت شكره سالين دي غار فيديو وين شكرت سنجاق سي حناشي والله جامي شكرته جامي سي هذيك لا فيديو شكرتو فيها اللي وريناها لك نحاه بوتيتر جو سي با مي دبلوماسيه هذيك نحاه وشكرا مخدومه شغلك باش طردت فرشت لها وقلت لها برا واش عندك ضد سنجاق وكاسكو فولي روبروشي شويه يا دي شوز كون بو با دير داكور C'est pas un entraîneur que... Non, c'est pas un entraîneur qui faut à la JSK. D'accord. D'ailleurs, Dertloum Hiddin Khalif, pour l'accompagner... La Coupe d'Afrique. Ma kanch Kader Wahdo. Ah, ma kanch. Très bien. Sora Okhra. Les moudarab Akhar. Judy. Yani le khizra Burk, t'aani kul shi. تا غير خرج غير خرج كيما غادي نضربك صبعه يشوف في روحه الرايس كنت سمين هنا الرايس كنت عندك الكرش الكرش دروك غايه راك غايه كنت جابي بري دو بوا الوقت وي وي واش تقدر تقول لنا على جودي اللي فاز معك بالبطوله في 2004 بعد 9 سنين ما فازت شبيبه القبائل كان فاز هو نهار راح للبحر وما ولاش باي كومبي راح خلى ليكيب الاخر برونزي راح برونزي لافي ديجا راح بالباطو وخلى ليكيب واش درت انت؟ واش درت انا؟ انا ريونيت لي جوار يفول لي تقول لهم دومان ماشي روح جوي دومان يفو جوي يفو غاني وكيفاش حتى فاز بهذه البطوله السي حناشي؟ فاز بالبطوله في 2004 السي فاز الى غاني الشامبيون 2004 اي جودي والله ما شفت سي لا رومبورتي لو تيتر عندها لي تيتر بزاف الرايس ماشي عقل 2004 فاز بالبطوله في 2004 وخسر في الكاس في 2014 الى بيردو كونت لو مولوديا جوستومون لو تيتر نو لا كوب دالجيري كونت لو مولوديا لا فينال لا فينال في بليدا وي Un mot sur Aïe Djoudi. Mais le jour avec, راح البحر ولا والله العظيم. C'est un bon ou un mauvais entraîneur. راح للبحر على كي تنقزي. Aïe Djoudi راح للبحر. ما ولاش. Très bien. نشوفوا. ولا ابري لا ريونيون تاع لي جوار كيكلاو لي جوار وكلش من بعد يروح يديريجي ليكيب. شوفوا صورة أخرى. Je pense à un joueur, Rabbi Rahmou, c'est... Himani. Himani. Allah Rahmou, c'est ça. Allah Rahmou. Allah Rahmou. Qu'est-ce que tu peux dire à Nabil Himani, Allah Rahmou? Qu'est-ce que tu peux dire? Rahmou Baba, un homme qui tombe à l'ascenseur, qu'est-ce que tu peux dire à Mskin? Il était gentil ou... Vraiment... Allah Rahmou, c'est ça. D'ailleurs, il mérite pour ses enfants. Je vais faire quelque chose pour lui. Inch'Allah, Yarbi.
جميلة. وصي فيه عنده أربع بنات. نعم. عنده كات بتيت ومدام تاعو. حيماني سي بور نو ان غران جوار. مي جو في تو فير بور لو ايدي سون بور لو دوني دو لارجون. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شوفوا صوره اخرى للرئيس كانت بيناتكم بزاف. عمي سعيد. سعيد عليق. عمي سعيد. عمي سعيد. اي با سوفري هذا. لا باسكو ايز 11 بوان. 11 بوان سي با فاسيل دو رومونتي جوسكا 24 25 بوان. ماشي كيما انا البارح العام اللي فات حلفت لهم والله ما نصوب والله ما شنو قلت لهم؟ شنو قلت لهم؟ والله والله ما نهبطوا صح. حلفت لهم كيما كان الحال. كان شويه حرب بيناتكم على ليبوك بكري كاين 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 تضربوا على ميم جوار سي حناشي. نو سي با لي جوار. لا لا كاين حاجة على كل حال إيزون سالي لي فيستيار أفون دو أفون كلاجيس كان ناريف لابا سي بور سا كو ولو الشارم الشارم في العشرية هذيك بالك اللي كان فيها بالك ما بين سي محمد وعليق كانت بينهم كما قلت أنت هي الحرب. ولو الشارم بالنسبة لينا احنا اللاعبين أنه نهار المقابلة تكون عاوي. تكون كاين هذيك النديه ما بين الفريقين وما كي تخلص الماتش نكونوا صحاب وحباب احنا اللاعبين. وفي المده تاع 10 سنين هذيك نظن باللي شاهدنا جياسكا وشاهدنا ليسما في مستوى عالي. مثلا انتظار وين كان كنت حاب تجيبو على ليبوك وسعد عليق ايضا كان حاب يديه. جو سي با كوا دير. كيفاش كنتوا باش كنتوا يعني كانوا دي جوا؟ كنت انا مع سعد انا في تري بون ريلاسيون. كان يجي لتيزي وزو افون دو بروند لويسما كان يجي لتيزي وزو يشوف لي ماتش وكلش نقعد معاه من بعد لي شويه مي مانتنون سي انا كي هو كي خوه. احنا شي لو كان انت انا شفنا اليوم رؤساء نادي كيما انديه كيما سراره وفي اتحاد العاصمه كان في سطيف كيما سعد علي كان في اتحاد العاصمه راه في شباب بلوزداد لو كان انت سي حناشي رئيس سابق للشبيبه يعيطوا لك فريق باش تراسوا مثلا. انا يعيطوا لي محسوب باش نخدم ايوه جامي جامي حنا نقولوا النيف والخساره. واه النيف والخساره. والو با رجله. جامي دو لافي. جي اس كار. كان يعطوني الملاير. جامي. وعلاش؟ الحمد لله راني. نو سادير جي اس كار جي اس كار. جي اس كار. نو جي اس كار سي جي اس كار. ما جو با ايمي ان اوتر كلوب. ان اوتر كلوب نحب تربحوا ولا جي اس كار. سي تو. واش رايك جوستومون في هاد لي بريزيدون لا نوفيل مود هادو لي زونسيان بريزيدون اللي شونج دو كلوب. واش رايك؟ واحد نو بور لا جي اس كا سا با ايت تري ديفيسيل باسكو دابور بيتيتر شو با سور بيتيتر كي نون با كي نون با دارجون بيتيتر كو هم يدريبليو الاخر مي سكو جي اونتوندو كي نون با دارجون. Alors il va y avoir quelque chose. Maintenant, c'est au ministre de décider, parce qu'on a, on a le CSA qui a un grand homme, et pour la JSK, c'est ce qu'il faut. سامي ادريس. سامي ادريس نعم سامي ادريس. صح ما جاوبتنيش سي حناشي واش رايك فوتر افي سور لي بريزيدون لي يشونج دو كلوب كيما سرار فلوس ما كيما علق في سي ار بي واش رايك فوتر افي؟ سرار الى شونجي دو كلوب وي مي الاخر نا با شونجي دو كلوب باسكو تعرف واش صرا مع سعيد. سعيد كلخولو كي داروا لا ريونيون
كان راح يدي يشري لي زاكسيون ونحاولوا كلش. اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة. سمحونا الى كاين تاع اليسمى. كاين. من ثاني فزافي تي بيجي سي حناشي كي رحت للمروك. فزافي تي بيجي اوسي باغ فو بروش لا ديريكسيون تاعك. هذوك سي با دي بروش. سي عاونتهم افون، كنت عاونتهم افون كما كنعاونهم كاع فاتوا داو الدراهم كلش. بصح جافي كونفيونس اون اون سول بيرسون. ملك ازلف. هو سي لو لا بوريتور دو كلوب. ملي جا يا لطيف الكلوب قرب يهبط. شيت ليبر. إلي أونتربرونور، إلي أونتربرونور ويكذب. مثلا فاش يكذب باغ إكزومبل؟ يكذب باسكو أنايا على بالي واش كاين، على بالي واش كاين دراهم بيناتنا، على بالي واش كاين دراهم اللي عطاو له لا بونك، وكذب. إلا مونتي. إلا مي 2 مليار alors qu'il a mis 500 millions. Ils me l'ont répété, il est en France. Est-ce que vous êtes حسيت باللي خدعوك سي حناش؟ C'est-à-dire que c'était un complot contre حناش. C'est un complot, c'est sûr. Mais alhamdoulillah, maintenant, je préfère qu'ils m'ont fait un complot ولا كم كيما بكري نوليو حباب و مي جو لوري تو فيرمي لي بورت كاع تاع الكلوب. ما غلقتلهمش كل سي حناشي بيسك ريسامون باش نشوفوا النيه تاع البريزيدون حناشي ريسامون فوزافي رومي لي بابيي تاع ان تيغا يعني كان تاع جي اس كا في سونتر فيل ان كرون تيغا فولوغ امي هذاك تعرف شحال يسوى 84 مليار عطيت له لي بابي الملال زيد البريزيدون لا ريبوبليك الكرون ستاد عطاه لي ليا انا اللي جي مانتوني وكلش معاه و لو سونتر دو فورماسيون تاع واد عيسي انا ديتو اون كونسيسيون وعطيتو لا جي اس كا ودوك يبود يقول لك لي ديريجون ما خدموا والو. شوف كان يعني نعم غير داك عمرك يعني بيان سور غير داك عمرك قلت من لا لي سون فو اي دوك يقرا كي تلحق له علاش إلي كونتر فو هكذا سي عبود تعرف يبود اون 93 Il a fait 6 mois de présidence. J'ai tenu à la réunion, il a dit qu'il voulait gérer le club. Je lui ai dit que je vais gérer le club, je n'ai pas besoin d'argent. Je vais gérer le club, 4-5 ans, il n'y a aucun problème. Comment est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut dire que c'est la semaine peut-être les déclarations de ou ممكن هذا اللي كيقولوا ما يحبكش ولا بارابور الغيره اللي انت بوتيتر نجحت كرئيس وهو ما نجحش في السي مو هذوك نو دوبي لو جور هذاك اون سي كيتي من تم كرهني من تم ما تهدروش والو ما تهدروش صافي 24 ما تهدرناش سي دي بورتو كانوا كنتوا تلعبوا كيف كنا نلعبوا 4-5 كي لوبي انا نحي البالون طون جوي 4 اي هو 5 لاك سونترون كان بروش اوسي ما كاش ما كاش اللي يفوت اي الوقت هذاك لي كود سيزو لي حاصله اسكو حميد نشاد تقدر تفهم يكون لاعب هكذا بروش ليك وتلعب معاه وكاع ومن بعد دانكو يدور عليك باسكو ممكن انت نجحت ولا بيان سور كضر باسكو على سيرتو واحد يلعب معاك في لاكس سي كو ولعبتو سنين في رحبه وكل شيء انا نشوفها توجع وتشي الضربه تجيك من عند صاحبك ولا توجع سي مالورو
حنا اش نتمنوا الله يحنن القلوب ان شاء الله، وهذا ما نتمنوا ان شاء الله، باسكو شوفي الفوتبال هذا غير كما قال بالون جلده، الانسان ما خص الناس تفهم ماشي على جلده نخسر صاحبي ولا نخسر خويا ولا نخسر هذا، البالون هذا يكمل وتبقى غير المحبه، انا كملنا البالون دروك راه بيناتنا المحبه اللي تبقى، ما البالون اون مي دو كوتي نلعبوا ويديروا من كوتي. امين خلعتك شويه صافي بليزير الحضاره كومبلي راهي هنا تاع شبيبة طابع محمد خويا الياس مامليك مولودية منا راني في الوسط راك في الوسط راني في الوسط في الوسط الشامبيون انت وين انت او كونيكتي ماهوش اوغلي انا اوريجين خميس مليانه الوغ خميس مليانه عندنا ايكيب سكاف صفاء خميس خوالي خوالو الله يبارك الله يبارك خوالي الوغ هذه هي الاوريجين تاع واش سيبورتيت كون جيتي لونفونس تاعي ومن بعد ميول مولودية لي شرفاوي مولودية الجزائرية مولودية الجزائر لي شرفاوي شرفاوي عندنا في خميس خوالي ايه ديجا لعبت جياسكا مع صفاء خميس ماتش اميكال 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 ايه كان كي كان صافي عندها روحوا صافي بقى واحد نهضروا على خوالهم روحوا نهضروا على نهضروا شرفاوي بداو انا نتفكرهم يتفكر ليا بعد سي حداشي تفكرنا اليوم سي ان كرون صافي بليزير سي زروين واش رايك في واش راهو يحكي جوستومون على الشبيبه الباساج تاعو وايضا على لي بروبليم اللي عنده مع المسيرين حاليا سورتو على مع عبود اسمع نقول لك الرئيس محشريف حناش انا لعبت شبيبه القبائل في الاواسط نشفى له كي كان الرئيس يعني انسان اللي يحب الفريق وبوتيت اليوم راه يهضر هكذا باسكو الا دوني الكلوب هذا سانسيرمون وانا كنت قلتها في احدى القنوات بلي حنا شي سانسيرمون ستان نوم ستي غروند فامي في تيزي وزو وستان كما يقولوا ستان بريزيدون لي كما يقولوا هو وبوتيت وثان سون فرير صالح كما يقولوا سي دي جون كي يحبوا فريق شبيبة القبائل اليوم هذا الانسان راه يتكلم بوتيت كنت قلتي له الكلام اللي بوتيت كان خدعوه هو بالك مشي هذا اللي راه متاسف وحنا كما يقولوا انسان كيما هذا لازم صح احكي لنا حكايتك مع الشبيبه كي عيط لك حنا شو عيط لك وسي سعيد علقه احكي لنا انا كنت لعبت صح انا رئيس حنا شي نحترمه صراحه انا كنت لعبت اتحاد العاصمه كنت فريق الوطني كان الزميل الصديق تاعي في الغرفه عز بن حملاط نحيوه عزيز بن حملاط نحيوه كما يقولوا كان يتصل بعزيز ويجوزه لي يقول لي واحد يهضر معك حناشي كلالي شويه مخي سانسيرمون انا كنت في اتحاد العاصمه كلالي شويه مخي واش كان يقول لك انت ملي زيسار لازم تجي للجي اس كا كان يقول لي انت ملي زيسار الجي بعيد عليك لا في بغا مازيغ انا في داير هذيك هي قال لي انت لا ريجيون هنايا تاعنا تيزان كابيل ولازم تلعب في جي اس كا وانت تاعنا وكلش وسانسيرمون هي لا فيريتي كما يقولوا بعد ديك بن حملاط كان شاك فوا مو كونساي يقول لي روح جياسكا مليحه وحنا شي وسي فري واش لي كونديسيون اللي طلبتهم عطاهم لي اه وبعد واش صرا ومن بعد شفت انا كان عندي وثائق مع اتحاد العاصمه باللي ما نقدرش نكيتي لاتحاد العاصمه والحمد لله لا قلنا واش قال لك سعيد علق سعد علي قال لي واش نقول لك قال لي وهاب قال لي تزاروين كي يعطيني مليار ليا ويعطي مليار ليك ومليار لاتحاد العاصمه ما نطلقكش قال لي لازم تقعد عندنا باش تشوف لا ريفاليتي اللي كانت بين اتحاد العاصمه والشبيبه هذاك وبعد انا شفت عم بترجعت الاموال اللي عطاها لي حنا شي رجعتها له اخر سنتيم صراحه واليوم الحمد لله رانا هنا وقلت لك وانا هذا انا تعرف به باللي رئيس كبير ومدل الشبيبة القبائل سانسير مو جيتي جان في شحال عطى لك على ليبوك سي حناشي نقول لك جازت معليش صراحة عطاني 200 مليون 200 مليون على ليبوك سي حناشي 200 مليون ما كنتش تعطيها في الحوام الاخرين هادو بكري كنت بدها بس كانوا لي جوا لا اسمع سمحي لي واش قلت لك ستان بريزيدون اللي يحب لو كلوب تما كيعجبو ان جوار تما سي بار بروبليم دارجون ليسونسيال اللاعب هذا كيكون في الفريق يستاهل عاطيك صح انا نشهد على اللاعبين لعبوا مع محشريف لا فيريتي كما يقولوا مثل كلش باش يكونوا الحمد لله اليوم راهم دون دي بون كونديسيون والحمد لله سي حناشي جوستومون باش جوست نولي على 200 مليون انت كنت في السنوات الاخيره من لي بريزيدون لي كونتر باش يمدوا 600 و 700 مليون اي تو كنت كونتر هذا الشيء Et vous avez même été d'accord justement pour plafonner les salaires à 150 millions. C'est tout à fait normal.
Mais ça ne m'a pas plu qu'il donne 250, 300, 400. Par mois. Par mois. Mais Aïb. Je suis parent. Alors que. Mais ils stahlouch, yani, les joueurs hadou. Bien sûr, mais ils stahlouch. C'est tout à fait normal. T'as 300 millions d'un joueur. Quand même. Un peu de respect. دوك دوك تعطي له 150 يا اخي يا اخي 200 بصح مي با با 300 با با 400 بختم بكري كنت تمد بكري باسكو يافي دي جوار صح صح ما كانت شهريه صح كانت صح كانت صح هذا ماشي شهريه صح شكون هو لو جوار اللي قام لك لو بلو شير كامل في لاكارير تاعك في فريمون فزافي 1000 باكي بور لافوار Il y a beaucoup de joueurs, mais je peux pas vous dire. Le plus cher, Matalal, que vous êtes cassé la tête, Besh Djibo, yani. Un Saïb Moussa, peut-être. Ah, non, ouais, non. Non. Saïb Moussa, on l'a payé avec des miettes, gars. Des miettes à l'époque. Oh. تيرت جبتهم تيرت وهرب وليت جبتو وين هرب؟ هرب لتيرت وليت تيرت. يا اخي سي اي سي فغي صح سيني دو ليسونس إلا إيتي سوسبوندو صح. ليكيب ديتها لا سويس وهو ما جاش. حتى من بعد عيطت له لاعب قادر خلف وبعثوا. نكملوا برك مع الصور قعدوا لنا ثلاث صور. On a un mot sur l'entraîneur. Grand entraîneur. Moi ça. Ah, grand entraîneur. Ah, moi ça, c'est un grand entraîneur. Très bien. Moi ça. Une autre photo. Khaddam. Gasmi. Hussein Gasmi, là, il est là. Un choc aussi, Chabeba. Ouais. Comment vous avez vécu ce drame? Ce drame, surtout en air. Moi, je. À la belle Blikmet. Ou quand même, dit tout le français, je vais dire au Hadja. Ou à Met. Mais c'est d'accord. Hein? Il y a ni ma amench, mais c'est d'accord. Ma amench. Dit tout, mais c'est l'avion spécial. ديتو ميت سيغا ميت الله يرحمه ميت ديتو لابيون سبيسيال تاع لا تاع لا تاع لا سويس تاع لا سويس لي زابيون دوك تاعهم من بعد انا رحت لو لوندومان باسكو يا مون فرير لابا وكلش سون توكوبي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه وي الله يرحمه بونجور صورة أخرى. Grand joueur. Oui, c'était un grand joueur. Organic. هذا ماشي صاحبي. كي صاحبك هذا؟ خاطيك خاطي. علاه؟ ماشي صاحبي. دراع بالسيف. قول لنا كلمة عليه. علاش تخسرتو سي حناشي؟ باسكو إلي تي داير لا كومبان اللي نحاوك ولا؟ Non, ah, ça n'a rien à voir. Il n'a pas son mot à dire. Wesh. Non, c'est le premier match avec Abel Abbas. On a perdu. Alors, le match avec, je vais droho pour le faire perdre. C'est pas vrai. Je vais droho. Où est-ce que tu as bagage dégage? La finale, la finale. La finale, la Coupe d'Algérie. C'est-à-dire que صح هذاك الماتش كان مخدوم سي حناشي باسكو باسكو كان حكايه يقول عماره هنايا قال كاين دي جوار عماره هذاك عماره جامي دو لافي حناشي جامي دو لافي ما كانش مخدوم قال لك يافي دي جوار خدموهم ايزون لو لا لا جامي دو لافي هذا كي يدي نيمبورت كوا وعلاش نحاو عمارة لافي دو ماتش؟ علاش نحاوه من ليكيب؟ لافي دو ماتش علاش نحاه من ليكيب؟ سي لونترينور هذيك سي فوتكو تو سول
لا لا ماشي زيبوتكو، جبنا هذاك تاع الحراش. زيبوتكو بلي سون نو. هو اللي نحى. هو اللي نحى. دونك يا في اوكين كومبين، يا في با دي جوار كي اولوفي لو بيي كونتر بلعباس. جامي. جامي دلاف. داكور. يقولوا قول قول. نعم، واش حبيت تقول له؟ واش حبيت تقول؟ حبيت نقول له باللي في 1990 كان زيفوتكو مع لارباس، كان راح فرقاني، أنا كنت مع الأواسيط. نعم. زيفوتكو اللي كان مدرب. زيفوتكو إيه. فينال مع بلعباس. توتافي. أنا باسكو كنت مع الأواسيط، كنت مع الفارق. فوالا، دونك أنا برك حبيت نولي برك بسؤال قبل ما نروح نشوفوا ميكرو تروتوار ونولي النشاد. سي حناشي، لو بريزيدون أكتويل، شيف ملال، إلا سويتي فوز أونوري. إي فوز أفي روفوزي، أنفان بور لانستون، وعلاش فوز أفي روفوزي؟ هو قال. Je ne veux pas qu'on m'embarque. Voilà. Hakdak. J'ai pas besoin de médailles, de rien. J'ai besoin de rien. Allez, je suis bon, mon oncle. Moi, Fihadi, j'ai la tête dure. Allez, ben, je. Wahadi, j'ai bon, mon oncle, rien n'est. Le canard, pas de khalif. Le canard. مام حد ينخالف اللي من صعبته واش صح لي غران ديريجون دو لا جي اس كا صح ميليلال ملال اعطيك صح فيلا ما يديش ملال ولا ماشي ملال انا خاطيني هو في بلاصتو وانا في بلاصتي تاع قالنا انا نحب ديكنا راجع عندنا قالنا نحب احنا شي اي حبني صحيح ناشي اسكو فوزيت اوبتيميست بارابور او باركور دو لا جي اس كا سات سيزون فوزيت اوبتيميست بارابور او باركور تاع الشبيبه هذا الموسم دون دوزيام جي لي دي دون لو بابي جي دي فو لي رومارسي ايزون في ان بون باركور سي مانتنون لا بلاس gagner des titres. C'est ça le plus important, regagner voilà. des titres, tout à fait. Voilà, on est en pleine période du mercato. On a bien écouté le micro-trottoir tana la l'abîme à Douma, justement, les tchirobs, 600, 700 millions. On chauffe au raï, chab, jazairi, fi, had, le micro-trottoir, ou chraïouf, had, l'kadia, fi, ou surtout chab, staifi, fi, microphone, zamina, l'ouali, min staif, chauffe au مقابله كنا نديو 20000 دركا احنا في الوفاق في بعض الاحيان عندنا كي تربح ماتش تدي 20 مليون كيما نقولوا بريسوب على لي جوار انا بالنسبه لي انا بزاف وكيما راني كيما راني نسمع انا 300 مليون هذه و250 مليون بزاف لا بريبار تاع لي ديريجون ما يعرفوش الفوتبول لي ريكريتيو دي جوار اللي ما عندهم حتى قيمه في السوق وريكريتيهم بدي سوم كيما يقول لك كبار انا نبقى نستغرب يعني 50 مليون بزاف عليه واش من الميركاتو اللي تهضرنا عليه تا؟ الميركاتو هذا واش نقول لك انا الميركاتو هذا في الجزائر انا ما انا بالنسبه لي انا ما كاش ميركاتو لا دوك باريكزومبل كاينه 40 جوار في الجزائر 40 جوار هذه قاعده تدور على لي زيكيب تاع الجزائر وكل خمس سنين سته باش ندي 5 ملاير هذه ولي جوار راهم يديوها في الكونترا كاين لاعبين ما يعرفش ميم يعمر شاك سي سي بي يدي 500 400 500 مليون وبروفيسور السبيطه نهار كامل هو يحل في القلب ويحل في المخ يدي 20 مليون ميركاتو تاع لاعبين كش ما كاينين لاعبين في الجزائر الجوار اللي يدير مليار و200 ومليار ونص ما عندناش حنا لي جوار تاع مليار ونص في الجزائر او كيف لاعب يلعب معاك الله لي هنا والروتور لي ومع هذه الخطره الجايه يلعب كونترك ما نشوفوا فيه والو هنا او جوار ب 200 مليون 300 مليون للشهر هو بلاصتو ما كانش في ليكيب ناسيونال انا عرفت فيها هذه ما كانش لي جوار 50 مليون ما يسواهاش كاع بكري كانوا لي جوار بالمستوى تاع البطوله اكتيالمون وصواردنا يعني هابطين يعني ما عليه صواردنا هابطين لو ماكسيموم كيما جابوه احنا عندنا جابو نورمالمون يدي 100 مليون منها ما يزيدش دوك هذاك الواحد جوار يدي مليار ما يعرفش يجونغلي غير يريح في دار حكمته سوناطراك هاي يروح يجيبو شي حب بويسك شكاره كاينه وتروح دينك بار اكزومبل لي زيكيب صغار كيما عين مليله مثلا اللي ما عندهمش لا حول ولا قوه الا بالله كيما تاجنانت هيا تاجنانت تربح لك اليزمه
اليوس ما قديه تدير وتجند قديه تدير. في الجزائر جواري سوا انت 3 ملاير واحد كذا ويضربها بالتيبيا مسكينه يا حليل. هذو كاع برامج تاع الماركتينغ والبيبليسيتي تاع الصحاب باش تما الناس يغونفليوهم على كل حال، مي ماشي هذيك هي السومه على خاطر هما لحقش هذاك اللي طاب اللي يلعب به. وكاع طرا فيك واش من الجوار تاع مليار ونص، جوار مخير يدي له 60 مليون في الشهر وبزاف عليه. شكون اللي عندك احسن لاعب في الجزائر؟ شكون مثلا؟ إيه جابوا يستاهل بصح ماشي السومة هذيك تاع 600 مليون. 600 مليون جوار في الجزائر والله ما يسع. باش تشوفوا بلي ممكن راي شاب الجزائري كيما رايك سي حناشي، ما كاش لاعب يستاهل 600 ولا 500 مليون، قال لك مام جابوا ما يستاهلهمش. نو يا با ان كلوب كي ميريت ان جور كي ميريت 500 ولا 400 ولا 350 ديجا هذو تاع 300 بزاف بزاف. تري بيان. عبد الحميد نشاد بطل الجزائر في 1999 ضد شبيبة القبائل اللي كانت رأسها مشرف حناشي في وهران في ملعب زابانا. وي انا زيرو. زيرو موفي سوفونير سي حناشي هذيك العام. صرت في النهائي تاع البطولة والنهائي تاع الكأس ضد اتحاد العاصمة. باش با سي فوني هكذا مي ليكيب لي روفوني ترانكيلمون كلش. Moi j'avais ma voiture et là où lit wahdi mais ça n'a pas يعني pesé sur nous. La preuve juste moi rahar bahtou kas afriqia نشاد واش راه يدير عبد الحميد نشاد في الوقت الحالي. بعد كما قال لك كملنا من المسيره الكرويه واللي ولينا المسيره تاع التدريب الحمد لله فوت كاع لي ديبلوم تاعي الحمد لله جي لو كاف ا وكما قال له تعبت قرينا وهذا ودروك شاركت كما قلت في الفئات الصغرى في لرسي جيو في وهرن ومن بعد شاركت كنت مساعد مدرب في اولمبيا رزيو ومن بعد وليت مدرب رئيسي ومن بعد خدمت عامين الحمد لله طلعنا درنا لاكسيسيون والعام اللي فات خدمت في مديوني وهران وثاني زدت كتبت واحد الفريق صغير شباب بالجير ورانا تما بول لانستون كيما قال هاد ليامات صافي اون سيمان اتصلوا بيا هذوك فريق الاكاديمي تاع بالادوليد جاوا لوهران داروا تورنوا اتصلوا بيا صحابي اللي راهم قابلينها مقران منهم مقران قال لي باش تجي تخدم معنا وتعاوننا قلت له ان شاء الله تكتب ربي. سي نشاد انت كنت بطل الجزائر كيما قلت مع السي كرمالي عندك حكايه مع المرحوم كرمالي ما لعبتش انت النهائي باسكو كنت بالبلاطخ لكن عندك حكايه معاه ما كنتش يعني تدخل ما كانش يلعبك بزاف ولا كان وراء رحيلك يعني. سي سي لعبت انا الحمد لله جي لي دو سيزون اللي لعبتهم في المولوديه جيت تيتيلار انديسكوتاب ابار ان سول ماتش اللي ما لعبتهش في الفريق الوطني وكنت شهرين ما رحتش لوهران ايا كي شفت صحابي تاع وهران بوكساسه وجماعه هاودين الوهران هوت معاهم سكيفيت بورتو سوم هاودين غيروني هوت معاهم الساعه كي هودنا في الروتور كانت تور دو كونترول داروا غراف ومحمد جواد بالمناسبه الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه ولاو يعيطوا لي لي ديريجون قال لك ودي طلع الماتش كان عندنا ماتش كونتر بوفاريك في سان جوي اي طلعت مع خويا واري في اللوطو وكي وصلت الحق مسيو جواد كان الله يرحمه ويوسع عليه كان حوسني نلعب والمدرب مسيو باشا الله يذكره على خير ثاني هو الى انسيستي باش ما نلعبش قال لي ادخل رومبلاسون وانايا عرفت روحي باللي غلط زعما القرار اللي داوه ديتها الحمد لله دخلت رومبلاسون كي جيت داخل اون سيرفات لسان جوي الشعب ما حملش باللي كيف نشاد يشوفوني تيتيلار لقاوني رومبلاسون قالوا لي اوه يا نشاد او سان جوي الحمد لله كانت عندنا شعبيه وكان يتجاوبوا معايا الشعب كان الشعب يحبك بزاف صح الشعب جي الشعب معاك اللي نحيي ذاك الشعب الله يبارك كما قال له سان جوي تعمر كاع انا شبعت من البيبليك من المولوديه دالجي باسكو شوفي استاد معمر توت لاني استاد معمر تما تروحي تلعبي اير والحمد لله الداخل وبرا
هي دخلت راني حاصي ريحت في البون درون بلاصون لا بروميير فوا راني ريحت وصحاب الفيراج مهبلوني كانوا يغنوا لي نشا جيبوا لك كاسوندرا نشا جيبوا لك كاسوندرا نورمال كاسوندرا كاسوندرا داروا شونجمون دار لي شونجمون تاعو من بعد قال لي خرج كيما بالماتيل خرجنا مين داروا لي تروا شونجمون جينا خارجين هي كي جينا خارجين جا الشعب ولاو يغنوا لي في الفيراج نط انا رقصت نتجاوب مع الشعب باسكو انا قلبي كان نيتي صافي نعرف روحي سي التيران وتحب ترقص ونبغيهم كاع عادي هي كيما كان الحال بعد من موراها محمد جواد الله يرحمه سقساني قال لي عيط لي لا ديريكسيون هوت عنده قال لي كاين دي اوت بيرسوناليتي كيما حنا دي مينيس ولا هكا قال لي قالوا لي ما فهمناش عندك لعاب انترناسيونال جوار تيتول انديسكوتابل وما يلعبش ويزيد يرقص في الستاد سيكو زعما شوال قال محمد جواد قال لهم باللي هذاك ستانكا اكسبسيونال عندي هذاك الولد باللي ستانكا اكسبسيونال كونسيرنون مسيو صح بيسكي حضرت على الرقيس وكاع عندنا واحد الفيديو ليك مع مولودية الجزائر كي كانوا كي ولا خافوني معاش باللي حاب نشاتي حاب يرقص شوفوا معنا تاع ولاد وارد على زونسيا تاع شاف خالد والله لا تاع شاف خالد على زونسيا يشطح مليح حاسي حناشي تاع بودوسا حابش يغرز ياك الماكله بردت بابور حكايتك مع السي كرمالي الله يرحمه انت كنت يعني كي ما لعبكش ومع تدايا يعني انت فضلت فزافي تي ليبيغي يعني لا شوف ماشي ما لعبنيش باسكو حبي لعبك فان بوست وانت محرفط يعني وانا الحمد لله انا بالك كانت مورايا كان مورايا ضغط لعبنا لمسيو لمسيا مولوديه مع المولوديه في سان جوي والحق عمري ما عمر الشعب ما قالوا لي كلمه بصح داك الماتش حسيت باللي الشعب ما رضاش وانا رحت نسلك صاحبي في الفوتبول هذا هو صاحبي رحت نسلكها حصلت فيها انا والشعب وكان ماتش سيري كيف راه نسلكها؟ وين اكسيون في لي 18 مات انا رحت نديفوندي نعاونه نكوبي عليه ساعه مرك عندنا بيت في زوج تمسحت فيا انا داكور طيب فهمت الشعب شكون كان اللاعب على ذاك؟ والله جو مي رابيل يا ربي شكون قلت انا صاحبي المهم انا ما غادتني في حاجه كان ان ديريجون كنت باغي نروح الوهران ان ديريجون اللي باش يوصلني ديجا الشعب زعف ان ديريجون اللي باش يوصلني ما وصلنيش غادتني المهم عندي صحابي وصلوني رحت لهذا ركبت معاهم في الطياره مع الام سي يو ولازمو كانوا يلعبوا في لا دي دو ثاني هما تلاقينا في الطياره تلاقينا في رحبه قعدت مع صاحبي في الطياره هما كاع فرحانين باسكو لازمو جابوا ريزيطا والاخر وانا لو سول اللي ما جبتش قاعد معاهم بصح متداخل ما قعدتش اليز ما نكذبش عليك
صراحة وصلت لدارنا والله صدقيني بالله هذه بالك ما يعرفوش كي حلوا لي باب الدار بكيت والله غير بكيت بكيت باسكو الحرقة كانت في قلبي وغاطني داك الديريجون اللي ما وصلنيش بكيت بصح الحمد لله عاود وليت شكون هو هذاك المسايرج؟ ما اسمه ما نعرف والله صدقيني لا اسمه ما نعرف بصح ماليش الله يسامحه سكو سباسي ومن بعد وليت والحق الحمد لله كان كيما نقولوا احنا بريبارينا هذيك لا سيمان مليح وكان نشكر بعد مسيو بسكري اللي نذكره بعد المدرب بسكري بريبارينا كان عندنا نخرجوا نلعبوا ماتش مع بليده في بليده وبريبارينا الماتش جوسك مي جينا خارجين من ليفاسيا باش نروحوا في الكار كذبني انا والعزيزي طارق العزيزي كذبنا حطنا في طابله وخرجوا كاع لي جوار قال لي طارق قالنا شوف فوزات لي دو انترناسيونو في زوج الله يبارك هذا قالنا دروك يجي لو شوا باش يلعب في واحد فيكم قال لي انت شا قلت تلعب ولا ما تلعبش قلت له انا كيما درت لعبتني ولا ما لعبتنيش ثاني طارق الحق الله يبارك ما شاء الله ثاني هو كيف كيف ايا من بعد قال لي حميد تلعب قال لي حميد تلعب ايا روحنا ربحنا في 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 بليده ونوريكيبيري الشعب تاعنا والحمد لله ومن تما مشات خبيع وكان فاز بمولدي الجزائر بالبطوله انذاك ونروحوا لامين اورلين على بالي بلي سي حناشي سمعك في الكواليس عنده صوت شباب امين عنده صوت شباب سي حناشي في الكواليس امين امين عنده صوت شباب الى ان بيل فوا بيل فوا وي لو شانتور il chante bien chante bien et ben il va nous chanter un petit morceau ça va être c'est la nouveauté تاعو يعني نوستالجي خرج عنده شهر حكينا شويه على حكينا على الاغنيه هذه كيفاش درتوها مع الجروب ايتو مع قعدنا في الكونسيبت تاع لو جروب من قبل اسما ليكريتور تاعنا احنا نكتبوه في الجروب ايسينا هذه خطره نديروا اون شانسون تحكي ليستوار دارجيري مي مقسمه على دي 5 ساج معناتها عندك دي 5 سيك فيو كل واحد يحكي لي ستوار تاعو كل واحد يحكي لي اكسبيريونس اللي داها في الدنيا وكل واحد وين كان الدومين تاعو كل واحد واش دا اكسبيريونس في لافي تاعو ويسينا نديرو في كل كوبلي نخرجوا عبره من كان شاك فيو عبره خلينا فيها شويه بوتبار شويه ريشير شويه تفضل اليك الخط التصفيقه اليمين يا حبيبي اون لايف زمان خمس شيوخ داروا بيا جبنا قصيده ودرنا قعده خلويه بالقيطاره والموندول والحنيه حلات القسره وكل واحد يحكي قصيه حلات القسره وكل واحد يحكي قصيه لول سكران بهموم ويحكي ما صار عاش الإرهاب من ألجي حتى الهوغار خنتو ليام زيد قلبو مكوي بالنار قلبني تسيلون في غيلي زانو في أدرار وقلبني تسيلون في غيلي زانو في أدرار فاني مهني من صحبة المال قلي تعييك يكفي ديك الدار يشهد ويديك عليك الزمن سمسار اليوم يبيعك غدوة يشريك يا وليدي نوصيك زبل الدنيا ما ديرو شريك يا وليدي نوصيك زبل الدنيا ما ديرو شريك في واحد زمان خمس شيوخ داروا بيا جبنا قصيدة ودرنا قعدة خلوية بالقيطارة والموندول والحنية حلات القسرة وكل واحد يحكي قصية حلات القسرة وكل واحد يحكي قصية الثالث مولوع بالغربة وبالقورية قال لي قطعت بحور وبنيت الدار الرومية في نهاري نتعب وامي متيت بكالية وكيطيح الليل الدنيا عندي دنيا
وكي طيح الليل الدنيا ندين دنيا الربع ما يشوف وخاطيه البوندية يكره دي قول وعنده حب الوطنية قلي بلادي سفرات ما عندي واش نقول ولا كوب دي موند ديناها في ليبول اي ولا كوب دي موند ديناها في ليبول خمس شعبي كلامو ميزان ومعنوي قالي محمد ربي هو الواحد اللي كرمني حصل براسي ما تزيدني مسؤولية وكي نحب نفاجي نروح نشوف المولودية وكي نحب نفاجي نروح نشوف المولودية صحيح Bravo, bravo Amin من جروب أورلي اللي جو سوي سيغ هاد الغنية نوستالجية حد دير حالها والمشاهدين يروحوا يشوفوها في يوتيوب نوستالجيك وأورلي يلقاوها سي فريمون اون تري 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 بيل شونسون يعطيك الصحة فريمون عمر تري بيل شونسون تري بيل شونسون تري بيل فوا ميرسي الله يحفظك فوالا حنا حبينا نقولوا ليك سي محشي حناشي كاين لي ديكلاراسيون تاعك اللي ماركاونا وكاين أيضا بيان سور لي تيتخ والقلق تاعك ايضا اللي ماركانا في لاكاريير تاعك شوف معنا محشي حناشي كيفاش كان وكيفاش ولا في هذا الفيديو سيد محشي حناشي هل يمكن نقول بان التيربوجات ترجع الان بعد الفوز بكاس افريقيا انا بو ويكند دي شامبيون ماشي التيربوجات و انا نظن لي جوالي اللي عندنا يعني دوك في شبيبة القبائل تو لي كومبارتيمون ينا رينا انفي يعني التوربو جيت سورتو الميليو تيران ولا ميليو تيران رويال بالقايد بن دحمان نازيف راحو كي يروح الوسط اون ديفونس رجع عمروش افيك لا ديفونس اللي عندنا راحو بن حملاط دريوش وزافو نظن حتى جابون جات ما كانش عندهم يعني لعبت انتم مع البولندي ديجيتا اهي 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 ديجيتا اهي اهي اليوم قلت لهم بجوج كلام قلت لهم ياك لي زوم اللي يلحقوا لا فينال انتم فوز دي زوم على بالي نلحقوا لا فينال والحمد لله رب العالمين وفقنا وان شاء الله نديوها باش نكون نفرحوا نفرحوا باسكو الدرابو الجيريا سي لو سول بيي دافريك يعني اللي سوفرا ولازم اون ميريت يعني البوبل الجيري اون ميريت لازم حنا لي الجيريا كل عبد كينوض الصبح يفتح يرزق يقول انا شو الجيريا من بعد قبايلي شاوي مزابي معليش لازم البلاد هذه لازم نحافظوا عليها باسكو سي الميور بيي دافريك يعني C'est ça les hommes. Aujourd'hui, c'est des hommes, mais aujourd'hui encore plus. بالعالمين وفقنا يعني في العاصمه كي درنا جوج واحد قلت لكم ياك ليكسبيريونس دو لا جي اس كا يعني اللي باش نفوتوا واليوم ليكسبيريونس تاع لا جي اس كا ونا راتي لاربيت نحانا بوت عطى لهم دي زوكازيون باش يعني لي زوكازيون كاع سي ان بو ان كو دو بوس دو لاربيت مي الحمد لله كما قلت لكم ليكسبيريونس ورانا في النص النهائي وان شاء الله كما العاده نفرحوا الجمهور الجزائري لافريك فو روغارد Toute l'Afrique. Il ne vous est pas demandé de faire l'impossible. Ou plus exactement, il ne vous est pas demandé de faire un miracle. Le meilleur doit gagner. C'est un honneur, c'est une première. Raïs Djemouriye iftar avec une équipe de football. Ça fait plaisir. وثانيا اللي دو تو كور يعني مع شبيبة القبائل في النهائي هذا شامبيوني
هذا السؤال الأخير تاع البطولة اللي فزتوا فيها في 2008 سي صح 2008 شامبيونا، وكان كما قلنا جبنا لك لا فيديو وين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية لأول مرة راح فطر مع نادي هو شبيبة القبائل، سي اون بروميير جامي صرات، باش نشوفوا يعني لما يعني لامبورطونس لي كو دون لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ان كلوب كوم لا جي اس كا يا توت لا كابيلي. وي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ديجا الي الي فينو مانجي افيك نو اي جو لوي دوموندي لو ستاد. قال لي انا ما فهمتش، قال لي كل شيء مبروك. من بعد بعث لي عند اسمه السكرتير تاعو بن فليس الوقت هذاك، اي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك جو بي با دير لي نون دي بيرسون كي مون دي بليك اتونسيون يفو با لاشي، لازم ياكل معاكم ويغدو معاكم للستاد. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et au moment où je lui ai demandé encore une deuxième fois, Monsieur le Président, annonce à la presse que ça y est, j'ai donné le stade. Galé, vous êtes coulchim baroc. Quelle va. الحمد لله هنايا دون ما في يعني جو في با دو بوليتيك، مي خويا البريزيدون دو لا ريبوبليك دار لي الخير انا ما ننساهش، ودار الشبيبة سورتو دار الشبيبة دار كل شيء، عطى لي دراهم، عطى لي الستاد، عطى لي التيران في السوق 84 مليار يكوت شريتو شحال؟ 1,500,000. نعم جوستومون ستاد هذا سي محشيف حناشي يعني بوليميك كبيره على اسم الملعب، اسم الملعب نو سي فو فو دوفي شوازيغ ان نو فو اوري دي اوكي سي اون فو دون لو شوا نو سي با اي فون مي دوني لو شوا لو شوا لو بريزيدون لا ريبوبليك ا ديسيدي كو سي عبد القادر خلف داكو فوالا إيه باسكو عقد خلف كاين ناس تقول لي بوسي كل واحد يجبد يا باسكو كاين ناس حبوا مع طوبلو ناس كاين ناس حبوا الباغي بوسي كاين من انت ماذا بيك والبريزون لا ريبوبليك قال لك باللي عبد القادر لا لا هنايا بور موا جو مانتيا عبد القادر خالف سي لوي هو اللي علمنا لا ديريكسيون دو كلوب هو اللي كلش اي نو زايدي اون اشتي دي كاميون اون اشتي دي زونجان اون اشتي الوغ كو الوقت هذاك واش رايك في الناس اللي راهم يدوروا اون ديزان دو كاميون سي كو صافي واش رايك اللي يحبك سي حنا شي الناس اللي راهم يدوروا جوستومون اوتور دو ستاد باش ياخذوا دي لوكو باش يجيروا هذا الملعب مازال لي لوكو جو نو بونس با باسكو يا لي غرون لو في لو با اي في لا تريبون يا دي بيتي كافي سي با يعني كيفاش يقولوا un petit café il ne donne rien à son propriétaire. عبد الحميد نشاد انت قبل نهار تليبريت من مديريه الجزائر واكد لنا الخبر سي فري كو حسيت روحك تلمو مالك رحت للسبيطار داوك السبيطار هذاك اليوم ري باسكو اكو استنى فيها دابا استنى فيها درنا رينيون في شراقه رينيون و لي ديريجون كانوا كاع مريحين وكانوا يهضروا في واحد كيما نقولوا حنا المعنى كان عليا وانا ما فهمتش كانوا كاع يهضروا عليا انا بصح انا ما فهمتش وتالمو هضروا مع عكويرو هذا جون كان جون هو قالوها له ديريكت وانا ما كانش يهضر معايا ديريكت باسكو جيتي جوار انديسكيتا بتيتويلا انديسكيتا ما فهمتش انا ما واحد اللي يلعب ما يروحش ايا هذاك الجوار شفني عكويرو
كيكملوا لاريني ورحت عنده قلت له هادي شوف ما تحبش هنا انت جوارك صغير وهذا يلق تخدم ويلق هذا وتواسي و قلت له ما تكرهش ولدي ومازال راك صغير ومنه سي بون طمنته. بعد انا روحت لا شومبر تاعي عيطت في كان عندنا كابين تما في التليفون عيطت لما باسكو الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم الوالدين ويرحم اختي. ما عندهاش بزاف اللي توفات؟ لا عندها عندي اختي اللي توفات في نهار الوقفه نهار العيد الكبير الله يرحمها اختي هذيك راهي توفى الوالد والوالده. هي قلت لك من طلعت نهضر مع ما عيطت لها قلت لها ودي انا رايحين للتشيك ثلاث سيمانه رايحين للتشيك راني عاد نهضر معاها كان حدايا بن قاسميه كانت حدا ثاني الاخرى هذيك لا جي دو كات كسمو مريحين قالت لي واه سواكري كانوا باسكو كاع لي زاتلات تما ولدي. هي احتفت عليا سكرتير جينيرال اورابيا اورابيا رابح فات عليا رابح ما عجبنيش فات عليا قال لي يعني بصح قلت لها ما قاري من بعد نعاود نعيط لك حطي تليفون ما بغيتهاش يهضر معايا قدام صحابي دخل معايا الشومبرا كي دخل معايا الشومبرا قال لي راك ليبيري كي قال لي راك ليبيري ما فهمت والو بالك قلت له اسمع قلت له اول حاجه رحت حليت الطاقه وطليت وراهني ديريجون باسكو فاتوا عليا وقلت له معناه ما صارحونيش كانوا صارحوني قلت له انا اسمح لي قلت له قلت له اسمع قلت له جيب لي ليبراسيون تاعي قلت له نسحق ليبراسيون تاعي صاي مين قلت لي راك ليبيري قلت له نسحق ليبراسيون تاعي وقلت له علاه ما واجهونيش كان يواجهوني انا اللي ليبيري اللي يكون ما يلعبش اللي يكون رومبلاسون اللي يكون حاجه كي عطاها رجيس وعطاها معنا بالك وعلاش ليبيراوك الوغ كو كنت انت تيتولار ليبيراوني باسكو ماشي حسيت من بعد شي صوالح باسكو نهار تلعبت لا فينال كونت جياسكا انا كنت بليسي ما لعبتش جا جواد الله يرحمه وجاو لي ديريجون جاو عندي للدار كنت معاهم في لوتيل من بعد جاو عندي للدار جبتهم عند شوابين داو بركات على الحاجه والحاج وهذا وسقهوا عندي ومن بعد جواد قال لي كي جاي يخرج بغى يشوف الحاجه جات ما شافتهم بويا شافهم دعات معاهم ما الله يرحمها هذه كانت بركه الله يرحمها دعات معاهم قالت لها ان شاء الله تدوها اكونديسيون ما طلبتني باش لاكوب نجيبها للدار طلبتني وقلت لها لمسيو جواد قلت ان شاء الله كون نربحوا تجيب لها لاكوب قال لي واه ومن بعد كي كملنا الماتش انا نستنى باش لاكوب نجيبها لوالديا هي قال لك الكار لا ما يفوتش سي فري دان كوتي غاشي بزاف وانا شديت في ديك الكلمه قلت لهم لاكوب نديها في البيس كي شغل تفاتنت انا والشيخ تسكتني مسيو بيسكري قلت لها غير لاكوب نديها قال لي قلت له نديها قلت له نروح نديها لما انا قلت لك نديها كيما كان الحال قالوا لي صح سي بون غير اسكت بيسكري سكتني رحنا لمستغاليم في مستغاليم في الليل على 12 تاع الليل عاود جبت لاكوب وجابني مسيو شوشو جابني باللوطو وجبتها لما كانوا راكدين نوضتهم تصوروا بها وشافوها وكل شيء انا فرحت للسوي تاع والديا ما نكذبش عليك انا غاطني يا بالك انا كي تفاتنت معاه في ديك الهضره بالك ونزيد نقول لك حاجه لاكوب هوتها البلاص دار داوها لي واحدين دي سيبورتر تاع مولوديه راكدين كاع في الارض جاو يشوفوها خطفوها لي من يدي عاود تهوت وريكيبيريت لاكوب غير ريكيبيريتها ديتها ودخلنا بها هذا هو اللي مور وين رحت؟ مور نروح عاود ولينا المستغاليم لا مور اللي صار مولوديه مور المولوديه وين رحت؟ مور المولوديه ثاني كنت نحكي لك لو كا تاع السبيطار اللي قلتي لي روحت بالخميس واه بالخميس روحت عند جواد لا ديريكسيون رحت باش الله يرحمه ويوسع عليه روحت نشوفه كي شفت مسيو جواد لقيته نيغوسي مع اي طاهر لقيت دودان ثاني كيفي ليبيري دخلت عند مسيو جواد اول حاجه اللي قالها لي شاف فيا قال لي شوي طوني انا ثاني قلت له شوي طوني مسيو جواد قلت له عندي جوج كلمات غادي نقولهم لك قال لي واه قلت له اسكو كنت رومبلاسون اسكو كنت حياط اسكو كنت نسهر اسكو كنت هادي كيف انت ليبيرا قال لي اسكت ما قام يقول وراجل جواد راجل الله يرحمه راه في دار الحق والله توكور قال لي كرمالي الله يرحمه والله الله يرحمه قال لي كرمالي كي قال لي كرمالي ما جبرت ما نقول ديت ليبراسيون تاعي رفدت صوالحي عطاوني ليبراسيون قلت لها قال لي لازم راهم يحوسوا عليك قلت لها انا جيتك ليب نروح ليبر ما ينيغوسي معايا حتى واحد نروح وين نبغي وديت باسكو حطوا عليا اشاعات من بعد مع الشعب باسكو باش جيستيفيا وهذا قال لك بلي نشا طلب بزاف وطلب غالي وطلب هذه وانا ما طلبت والو
انا لو ديبار تاعي غاضتني وباش دخلت للسبيطار. وبعد وين رحت موراها ولا كي خرج من عند جواد؟ كي خرج من عند جواد والله خديت ليبراسيون تاعي جيت خارج عند لوبو حبس مشي وحل الباب ما قدش الراجل كاع ما ينجمش حل الباب وجا عندي حتى يتمشى حتى لوبو قدبني عنقني وقال لي شوف حميد ولدي قال لي الحاجه اللي سحقيتها اون دو فوتبول فول فوتبول اون دو فوتبول قال لي الباب راه محلول الحاجه اللي سحقيتها راني هنا وانا خرجت روحت عند صاحبي كليرفال خالد ريحت عنده ولد حسن سعيد ريحت عنده في الدار جي با بي اني قاعد عنده بصح حسيت الدنيا لعبت بيا حتى طحت له تما من تما داوني لوبيتال. هو انا فهمت انت السؤال تاع حسني قال لك الفريق اللي لعبت فيه بعد المولود ذا وليت الجمعيه وهران وليت جمعيه وهران تعرفوا مليح لعبتوا كيف كيف وليتوا من لقيت ولينا كيف كيف ومن الناس اللي ساعدوني بزاف في الكارير تاعي باسكو انا كنت مع عامين في مولود الجزائر العام الاول ما كانش معنا العام الثاني كنا نباتوا كيف كيف في الاوتيل تاع سان جوي لوتيل تاع سان جوي دائما كي نونطري الصباح العشيه يدغدغ عليا الباب تاع الشومبرا ويخرجني يقول لي راح تونطريني كنا نونطرينو دائما انا وياه دو سيونس سوبليمونتير على صحابنا هذه الحاجه اللي خلتني بالك زدنا تلاقينا من بعد في لازمون سنيت في 2000 هو ثاني تلاقينا ودرنا عامين من اروع ما يكون كراسينا 5 ايام وفي العام الثاني كيف كيف دونك باللي كان عنده يعني شعبيه كبيره مع انصار مولوديه الجزائر كان كامل كما قلت استاد يهتف به وبدون اطاله نروح نشوفوا نغبريك اللي ايضا تعاودتوا عليها في غرفتها ويا ناس الغربه ناس الغربه اخترنا لكم اليوم لاعب سابق لاتحاد العاصمه صاحبك راهو في فرنسا اسمعوا واش يقول لنا محمد حمدود في ناس الغربه شوفوا معنا
نشكركم بارك الله فيكم اللي تفكرتونا ونوجه تحيه لكل الشعب الجزائري اللي راه يشوفنا. دونك واش نقول ثاني؟ نقول يعطيكم الصحه نتوما اللي تفكرتونا اوسي. دونك جديري ميرسي اي افون دو كيما نقول لكم نكملوا ماذا بيا برك نبلغ السلام للاهل ديالي الشيخ والعجوزه. بون جامي دي الشيخ والعجوزه غير قلت هذا ما حيش سمعوها اللي نبلغ لهم السلام. وما نساوش ثاني لي غران سيبورتور تاع اليسما وخاصه هذه البهجه. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. كانت هذه أخبار محمد حمدود من فرنسا اللي نشكروه اللي دارنا ناس الغربة كيما نشكروا كامل اللاعبين كي يجوا الجو يعطوكم أخبارهم. راح نتكلموا شوية مع تيزاروين محمد عبد الوهاب تيزاروين. عبد الوهاب تيزاروين شنو يدير في الوقت الحالي؟ أنت كنت لاعب دولي سابق للفريق الوطني في اتحاد العاصمة ليجون اللي ما يعرفوش شنو يدير دركا؟ راني كيما كوم تو لي زونسيان جوار راني مع لي ديبلوم تاعي مع لي ديبلوم دونترينور. بون خدمت في واحد الجمعيه عندنا في ليزيسار هي جمعيه اخلاق رياضه بيسر. كان عندي زميل دوك راه يخدم فيها انا العام هذا مش نخدم هو سفيان بويحياوي اللي نحييه. وكيما يقولوا بول مومون راني نستنى لوكازيون تاعي باش نكون في الميدان كوم تو لي جوار لي زونسيان جوار. بتاتر انا كما يقولوا بتاتر سي لوكازيون سي كما يقولوا سي المومون باش نكونوا حنا في ان شاء الله دون لافنير ونحترموا المدربين اللي كانوا في الباسي هذا اللي عملوا يعني وخدموا فيك دي جوار واللي كنا حنا معاهم كما عمور كما حميد وكم لو بريزيدون اللي تي كان بريزيدون في مع لي زونترينور هذو. ان شاء الله كما يقولوا دالتنا ان شاء الله باش نكونوا في الميدان اسماء. وهاب تيزاروين انت خدمت مع محشيف حناشي كنت اون اسبوار ومع علاقه كيستيون شويه محرجه كما يقولوا شكون البريزيدون الملاح فيهم؟ والله غير سانسيرمون والله غير انا قلت لك والله غير لي دو ماشي كما راه هنا ما مع علاقه نحيوه بالمناسبه والله غير سي دي زوم سي دي كونيسور. سي دي كونيسور سي لي بليز امبورتون سي دي زوم هادو سي دي كونيسور هادو يعرف اللاعب. حنا شي يعرف كي حنا شي ما كان له ماناجير ولا كي يروح يشوف ماتش يقول لك هذا الجوار نحتاجه علق ستان كونيسور لا بروف علق جا الاتحاد العاصمه الى كما يقولوا الى رامني دي تيتر ليكيب ابار لا كوب دافريك كما يقولوا وصل ليها وسيتي سايتي توجور لوبجيكتيف تاع الكلوب ونتمناو لهم ان شاء الله يجيبوها. حنا شي الى كما يقولوا الى تو دوني والى رامني تو الكلوب الى رامني كسوسوا ماتريال ولا دي تيتر جاب دي ستاد جاب لو ستاد اكتويال سي لو بريزيدون اكتوش كان يقول صافي بليزير والله غير سي سايتي توجور على اوتور سي دي سي دي غرون. كنت حاب تلعب شاف جياسكا كنت حاب تلعب شاف جياسكا بيان سور جياسكا سي ان غرون كلوب اللي يقول لك ما نحبش نلعب في جياسكا يكذب سانسان موست. انا كنت في اتحاد العاصمه ورحت نلعب في جياسكا ما كتبش المكتوب بصح نعترف ونستعرف بلي اللاعب اللي يلعب في شبيه القبائل تسمى الى دو لا شونس باسكو علاه تكتب اسمك في التاريخ. انا لعبت مع في صفه في الصنف الاواسط قلت لك شبيه القبائل اللي يلعب فيها تسمى ستراف و ستان غرون كلوب لازم هذا وشرف الجزائر كؤوس افريقيه ولعب لابخوف رئيس الجمهوريه باش يجي رئيس اسمه باش يجيك رئيس الجمهوريه مع رئيس دير يلي كاينه حاجه اسمح لي دير يلي غرون كلوب الي دي زوم كيما حناشي نقولوا لسعيد عليق سعيد عليق ستان نوم وستان ستان ميسيو ستان كونيسور وحنا هذا ولا خاصنا اليوم حنا لي جون لي راهم في الميدان سي با دي كونيسور باسكو لا جيستيون سي با دوني ا تول موند صح لا جيستيون لمواليها. واش هي الحاجه اللي تشفع ليها ممكن ان بون سوفونير في لوسما؟ واش هي الحاجه اللي ان بون سوفونير في لوسما؟ اول كاس جمهوريه كما انا كنت ديت البطوله مع اتحاد الشاويه في 94 وديت كاس ممتازه مع اتحاد الشاويه وما نساوش مجيد يحيى نتكلموا عليه كومام سي ان نوم اللي كبر بالفريق هذا ام البواقي مدينه صغيره جاب لها تكلمنا عليها الاسبوع اللي فات نعم جاب لها بطوله وجاب لها كاس ممتازه ونحيوها مجيد يحيى. قلت لك كان كاس الجمهوريه الاولى اللي فزت بها اتحاد العاصمه انا سي بارمي تسمى لي سوفونير تسمى السوفونير اللي نقارديه باسكو علاه شفت بوبليك اونور في 5 جويي
ستين فينال ستي لا بريميير ولي فينال ما يلعبوهمش كاع لي جوار دي فوا تلقى دي جوار لعبوا كارير 10 15 ما لعبوش لا فينال انا هذاك المومون هذاك ما ننساهش احنا عندنا سوفونير ليك مع اتحاد العاصمه ماشي غير حميد نشال اللي كان يدير شويه لومبيونس ميم وهاب تيزاروين كان يدير لومبيونس شوفوا معنا شوفوا معنا كانوا في ولا سانسيرمون حنا كنا كوم اون فامي هنا في ليسما لا فيريتي راك تشوف هنايا الديبلاسمون تاع كنا في المطار في السينيغال كنا حنلعبوا كاس افريقيا كنا كنا رايحين لكاب فير كنا درنا ليسكال في السينيغال باش نلعبوا ضد فريق من الكاب فير كنا فزنا هنايا وكنا رايحين باش نلعبوا المقابله تاع العوده كنا في الرحله كنا درنا لومبيونس مع مع لي جوار مع البريزيدون تما تعرف طبل انت يعني تعبك جانا مطبل من نوع الرافع ما شاء الله قواوي لازم تسين احنا جبنا لك بدربوكا راح تطبل لنا دبر راسك شفتوا اليوم ضربنا شويه ضربنا يعطيك الصحه رابح ميرسي رابح دونك بقبيليه نوماج بالك تفتح هذا بوغ فار بليزير لا لا حبي يشطح يشطح يا سيدي علاش ما تعرفش سي برك سي والله والله هذاك الوقت ماشي كيما درك سي برك يا سي دونك انا اوني بير دو فامي افيك لو بعد هو ابري نغني واحده تاع من قبيليه قبيليه هاي انا قبيليه الناير قبيليه يا بابا كيف يا يا عاود يا عاود عاود انا عشت طفل والله يا بابا عاونوا بالقطار شويه ما نعرفش طبل ولا ما نعرف طبل سي واش تعرف سي اي نعرف واحد الاغنيه تاع الانصار تاع العاصمه اي تفضل راه هذه نعرفها اي روح دخل لي ستار شوف بدا العاصمه عايزه تاع ليزما في خاطر الياس ماي في خاطر الياس ماشي غنوا لا هو غنى لنا مولود زي امين وانت غني لنا شي ما نحقروها الببليك معنا هيا الببليك من فضلكم معايا جينا جينا يا جد جينا مسوسرة جينا مسوسرة عاملة في راس هيك احلى والحمرا
عندي بتيت سوربريز ليك سي محشيف حناشي، عندي واحد الاسئله ليك تطرحهم. عندنا واحد نفهمك الاسبوع اللي فات سي حناشي، الاسبوع اللي فات جبنا واحد يقلدك يعني يفوزيميت يفوزيميت تري تري بيان. دونك حنايا ولي ا بوزي هاد لي كيسيون اي لا ريبوندو على حناشي. Donc je vais vous demander de lui poser la question et il va donc c'est le سؤال الاول هو راح يجاوب. La première question. Les cinq coupes d'Afrique, on les a pas gagnées, on les a achetées. كاين ناس حناشي وين لي غيروا منك بيان سور يقولوا باغ اكزومبل يقولوا باللي حناشي il a pas gagné les coupes d'Afrique mais il les a achetées. Donc راح يريبوندي في بلاستيك ومن بعد قلنا دونك شوفوا. اسمع سي حناشي، حناشي سي حناشي اسمع واش يقول حناشي ليميتاتور. اسمع برك، مو جي اشتي لي كوب دافريك، باش سي جي اشتي لي كوب دافريك يفون دير كومبيان جي زو بي، بيسكو فو ماكوزي جو سي سي دي جون جالو qui peuvent même pas gagner un match de Coupe d'Algérie. Et aujourd'hui, ils s'acharnent sur Hnashi. Moi, j'ai acheté une Coupe d'Afrique, c'est tout. Mais ils font dire aussi combien je les ai payés. Tu te souviens à la limite encore, Anna? Avec question nous, là. Qu'est-ce que c'est Hnashi? Qu'est-ce que c'est? Fais la voix déjà. La voix un peu chouïa, mais... Ça va. Ça va. Deuxième question. Sincèrement, monsieur Hnashi, monsieur Boud, vous l'aimez bien. je l'aime très bien. Boud. Sincèrement, monsieur Hnashi, monsieur Iboud, vous l'aimez bien, je l'aime très bien. Ah, jamais. Je vous fais la réponse là. Jamais. تفضل مع لا ريبونس على ليميتاتور نسمعوها بعدنا. وي تفضل. 20 ans 24 ans depuis que je suis président ما نتهضروش. كيفاش نحبوا ما نتهضروش؟ طيب نسمعوا الجواب وقول لي. يبوز ايت ان انسيان جوار ديريجون اي بي بريزيدون. Et je n'avais aucun problème. Et puis les plateaux, le comité de sauvegarde, il a demandé mon départ. J'ai pas aimé la façon parce que ça n'est les plateaux. Moi, je dis une chose, je suis propre et je resterai propre. Voilà, la troisième question, c'est Hnashi. Vous la posez, la troisième question à Hnashi. Si un autre club vous sollicite pour présider, quelle serait votre réponse? Voilà. Smaana la réponse ta Mokhbil, donc smaana la réponse ta Hnashi l'imitateur. Non, écoutez, Esma, moi je suis fatigué et puis je suis malade. Je ne pourrai pas revenir présider dans un championnat qui est quand même dans une posture catastrophique. Je préfère me reposer. La GSK est entre de bonnes mains et puis je suis malade et fatigué et j'ai envie de me reposer parce que j'ai donné toute ma vie au sport algérien et j'ai aidé à distance. J'étais président de la GSK. Quand même, c'est un grand club, j'ai gagné des titres nationaux, continentaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. C'est... Voilà. Nsa Burk, l'imitateur. Zamin Nsa Burk, ma kash belli, ala andi nif, ma nkadosh nroh la notre club. Voilà, qui m'a dit Nna Mokhbil. Ah, c'est les cas de vérité. Ou tu aimes ton club ou tu l'aimes pas. Chal la note nato, c'est Hnashi. Anna. La limitation, limitation. Chal la note.
10 sur 10. Allez, bravo. Oui, bien sûr, le meilleur Linahlik pour la fin, c'est Hnachi. Bien sûr, les titres remportés. Chouf ma'ana had les vidéos, t'as vu. صراحة كاين لأنه في كرة القدم ما كانش فقط فريق ومدرب وجمهور، لأنه كاين كما يقال عليهم رجال وراء الفريق. في شبيبة القبائل معروفة منذ زمان، منذ القدم معروفة بالمسيرين تاعها اللي بالدرجة الأولى يحبوا فريقهم، يقدموا أكثر مما ياخذوا بالمقارنة مع الكثير جدا من رؤساء النوادي واحد أخرين. نتكلموا طبعا عن الجزائر. سيد محمد بن شريف حناشي تابعناها أيضا أثناء هذه المقابلة، شاهدوا مع محمد عسول. مواجهة الشبيبة بجوليوس بيرغر الجمعة الماضي، بالإضافة إلى استقطابها لجمهور غفير غصت به المدرجات، حدث فيها كل شيء. وإن كان الكثير منا قد تابع وقائع اللقاء مباشرة على الشاشة الصغيرة، إلا أن أهم الأشياء المثيرة حدثت بحق خلال المقابلة، ليس على أرضية الميدان فحسب، وإنما كذلك على العارضة التقنية للفريقين، المنصة الشرفية، وحتى لرئيس الشبيبة محمد شريف حناشي الذي تابعه عن قرب مصورنا فتحي بن ضيف الله بعدسته المتنقلة. شاهدوا معنا كيف كانت حالة محمد شريف حناشي أثناء هذه المباراة. المدربين بدلوا والحمد لله. الشوط الثاني لعبنا يعني الكره تاع الجزائر بديت باس و انا دوميني لا رونكونتر والحمد لله. انت حفظت الميدان؟ ما نطيقش نقعد في الهوك. ان شاء الله الجمهور الجزائري لو يشاهد في التلفزيون واللي راه هنا يعني سي لا بلو بيل لو بلو بو كادو كون بو اوفرير او بوبليك الجزائري. انا جامي توتي. C'est que nous sommes des hommes. Je dis bien nous sommes des hommes. Parce que ce club, les joueurs, les dirigeants, on a souffert 16 mois ou 18 mois de même la flèche du Blackout où on a gagné la coupe et on est en finale. Vraiment, il faut féliciter tout l'entourage du club. C'est pas du président, moi ça président, le monsieur président. حاجة نشاهدوها عليك سي محمد محمد شريف حناشي، على شاك فوا كو يربح يهدر على كامل الجزائر، ما تهدرش على الشباب. جو سوي الجيري نو؟ سو الناسيوناليزم معروف بالوطنية ديالك. دايوغ توت الوغ لوسك جي جو بوزي دي لاخوغ مو جي دي بليك لو بوبل الجيريان يميريت سيت كوب. بيان سور. و انت كان عندك يعني و اسكو vous avez يعني vous pensez que la JSK peut gagner un titre cette année, ils sont deuxième, est-ce qu'ils peuvent en coupe ils sont éliminés mais je pense pas que il a qu'lui اسمع زعماك lui اسمع il est encore parce que lui اسمع ils ont ramené des grands joueurs. وحنا لا جي اس كا اون با رامني دو غران جو دي جون انفان سي با لي جون اي سون ان سيرتان اج مي سي با لي ميور كون ا رامني. كيسكي فو سي حناشي بور اتيري لي ميور لا جي اس كا كيما بكري اي فو دي جون كوم زارابي اكاديمي اي سا الى لاكاديمي
à Marseille ou à Nice. À Nîmes, et puis compétent, il est passé à la JSK, il a joué à la JSK, qu'un fils d'arrêt Iskoun. Alors, mais il est excellent. كاين بزاف لي جوغ سكنوا في دارك ورحبت بهم كانوا كاع لي جوغ كانوا في داري من بعد سيزون 4 ans à peu près 5 ans من بعد est-ce que vous pensez que la direction actuelle va réussir ان شاء الله يبون réussir يعطيك الصحه ان شاء الله يبون نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وبدون اطاله نستقبل لا روبريك هذا اللي تسناوها في نهايه الحصه مع نسيم جندار في تازيفو تحيه لنسيم جندار مساء الخير نسيم اسقاسه مقاز اتوت لارجيري اسقاسه مقاز ياك لارجيري القبائل تمازغه بارتو اي سون دون دون الموند انتي يا خويا جيتي اونوري دو 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 ديكوتي لا ريجي تو تو سكي لا ديكلاري اي افون سا حبينا نديرو هذا انتيزيفو باش نسكتو الناس اللي نكارين الخير اللي حبوا يمسحوا اون كارير مونيمونتال تاع عبد كيما سي واحد الشريف حناشي اللي ما يتمحاش حبينا نقول لهم بلي هذايا قد ما ديروا ما تقدروش تمحيوا التاريخ اللي رسموا ديفينيتيمون في الكره الجزائريه اي سي اكزاكتومون سا كون اونفي دو لور ديا ان كري دو كور ليك انتيا بور مونتري للناس بي كومبيان توي كرون هذا ما كان La preuve, c'est que même s'il est parti, même رحت كمراكش في الميدان الكروي إلا أن على بالي بلي كامل الجزائريين يحبوا يشوفوك وراهم فرحانين اليوم كرام شايفينك معنا مالغيكو ما عندك حتى علاقة مع كرة القدم في الوقت الحالي وبدون إطالة لو غران توماج تاع نسيم جندار بوغ محشرف حناشي في تيزيفو الزمان يغدر والصبيان إذا كبرت فاسدة ومقلقة قادرة تنكر الخير وتطيح القدر ما بقى اللي يرحم ولا يفهم والناس كلها رجعت تدم وتتهجم واللي يغفل على روحه راه بلا شك يترجم يسهل في اللون تتسوم ذا شق خذم بوحن شريف حناشي لو مازال يذيزم تبغى من يغفك رحم واحد ما عطى لجياسكا وش عطى لها واحد ما ضحى لجياسكا كيما ضحى عليها أعطى لها كل محارب نهار كان لاعب وشارك في هيبة النادي ورعب كل ملاعب لما كانوا يسموها جمعية سريع الكواكب وحضنها وليدها وزاد رفع شانها لما ترأسها وهدى لها الكؤوس والألقاب الوطنية والإفريقية ورجعت كل القارة تحترمها واللاعبين يحلموا بها ويفتخروا للأبد إذا لعبوا فيها ولا ضدها محالة تمحوا ملافار بولقازن يتخدمن محالة الكرم في الرقزن حناشي يكسب النصص حالي ذريمن أنعم ينكارين الخير حناشي يسبل بصحته ودراهمه باش نتوما وجياسكا تبقاو بخير حناشي يرفد الشبيبة على كتافه كي الناس عطاوها بالظهر وهربوا وخافوا حناشي يقاوم وداوم وتألم وتعلم حتى فهم كيفاش لازم الأمور تتنظم معلوم الإنسان يغلط إذا ما طول يخدم ويتكلم معلوم يخطأ ويسيرها كيما ينجم واللي ما يغلط غير النايم ولا اللي عمره ما خدم حناشي خدام وغنام وعمره ما كان سوق ولا شي واللي لسانه نمام ويعيش في الظلام هو اللي يقول أنه فرغ الصطاد وهرب الغاشي لأنه الصطاد فروه ماليه اللي بخلوا الفريق وردوا اللوم عليه وتمناوا جياس كده ياك شفنا واش داروا بلا بيه كيفاش حصلوا وكذبوا على الناس وعمروا العينين بالغبار والتشويه وتناوبوا بيناتهم وحشموا نفوسهم بالكذب والتمويه حتى قريب نقطع الياس وركب الخوف والوسواس باش بان واحد كيفه تقول وليده ولا تقطر من نيفه وارتاح البال كي جا من اللالي فكرنا في محمد الشريف ويا مات الرجال والابطال وارتاح ناشي كي شاف فيه انسان ساجي مولا كلمه وماشي غير حاجي يرتاح يزم يرتاح نولا ونملان بلاصه يوغال سخ خميس القدراريس هذه سلسل الفايد الفرح
beaucoup plus. Là, il est loin. Tu m'as fait comme ça. Tu واش رايك واش رايك في هذه الروبريك سموها تيزيفو سي تادير واش رايك واش قال عليك ناسين ايه على بالك الاخرين تيزيفو الاخرين تيزيفو فهمها فوالا سي با هذيك ساعه سي حنا شي برك نسيم راح يروح لهذا الفريق باش يلعبوا الكويز صح ما قبل حبيت برك نسيت سؤال امبورطون كاين مون فونداتور تاع جي اس كاي لي توجور ان في ولا كاليتي دو مسيو يعني بن سلامه علي بن سلامه علي بن سلامه وي الله الله يطول في عمره بيان سور مون فونداتور لا جي اس كاي دي فوتو تيزي وزو اليامات هادو Voilà. Mais c'est vrai, personne ne l'a invité. Voilà. Alors qu'il est secrétaire du club depuis longtemps. و لو مون فونداتور هذا كان يعني جاوب عبد القادر ظريف تاع الرئيس السابق لمدير الجزائر لما صرح قال باللي لي كولور تاع فريق شيبات القبائل سي المولوديه اللي مديتهم لهم باسكو ايزافي دي مايو اون بلوس ولا تروك باغي وهو كذب هذا الشيء وقال باللي نو سي لي سكوت سي ليكيب تاع لي سكوت تاع بكري هي اللي خلقت جهاز دوك حبيت نعرف لا فيرسيون ديالك لا فيرسيون جامي Quelqu'un a payé les maillots. Parce que j'ai le livre d'or en ailleurs. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants de la JSK, ils ont vu, le temps un bus ou un camion et un roi d'Zaïre. D'accord. Alors, c'est que ça, le Mouloudia, où est-ce que ونورهم الحانوت اون فاز هذا ما كان سيتو انا جي لو ليفر دو عملنا الحكايه السي حناشي جو لو ليفر دو ايه ليستواغ ومن بعد ايه من بعد داروا مارش اريا ما وراولهمش نو سي كي وراولهم الحانوت سيتو سي ايزون مونتري لا بوتيك وين يشريو باسكو حنا لا جي اس كا On a des personnes qui ont joué au Mouloudia. Ah, Mansour Abtouche, le gardien, et tout ça. Ouais. Ah. On a au moins 4-5 joueurs qui ont joué au Mouloudia. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des relations avec le Mouloudia. Alhamdoulilah, à tous les cas, c'est bien. même ولا العام من العام اللي فات يعني فسدت شويه العلاقه مي بون الحمد لله العام اللي فات هما اللي بغاو هكذاك لو كان انت كنت رئيس كنت تلعب تيزي وزو سي حناشي شكون؟ لو كان انت كنت رئيس كنت تلعب تيزي وزو ضد المولوديه نعم نلعب بالسكوت مع المولوديه نلعب في تيزي وزو انا سي مو كي دوموندي هذاك تاع سي اس سي قال لي ارواحو غير كونوا متهنين اراما قال لي ارواحو اون فا بو بروندر اون شارج اون فا ايلات هاو كيفاش صارت لافير من بعد بداو يبومبارديو بالحجار سي كوم ساك سا سي باسي Très bien. Enfin, Inch'Allah, les relations qui m'ont dit que tu es toujours bien entre Mouloudia et JSK, Inch'Allah, tous les deux, ils sont bien. Parce que c'est deux grands clubs. احنا ماذا بينا لي غران كلوب دائما يكونوا ملاح بيناتهم وبدون اطاله نروحوا للكويز تاعنا الكويز حنا شي ليكيب تاعك هم تاكلين عليك الكويز فو روكونيتر دونك لو برانسيب راح نوري لك دي فوتو يفو روكونيتر لي بيرسوناج لي جوار اللي راح تشوفهم في لي فوتو ولو بروميي كي ريبون يعني ليكيب تاعو اللي تربح فوالا دونك سي فو ايت رابيد يفو ايت نحوس برك على الكويز ديالي فوالا لا لا بصح الشونتور امين لي با تري فو دونك هو عمر على باله محمد ما تقوليش ومن بعد ما شافش تكون في التليفون نصور فيكم يعطيك الصحه ميرسي بوكو الو قولوا لي شكون هذا اللاعب هدفي خديش برافو
محمد خبيس روح حيا بابات الله يرحمه. هنا لحقتو مع ليكيب ناسيونال واحد مقابل صفر. شكون هذا اللاعب؟ كنت في الجنازه تاعو صافي. نو لاعب هذا اوفا لاعب مدرب ورطا زيدو ما تبدلش سعدي. نو يخلف زيد روح شويه يخلف. شكون كيلاني سي شا محسن سي عم لي زدت فيها باسكو يفا الغوكونات سي يفي ان افور خاصة على حومة ما عقلتوش مختار عريبي ربي يرحمه إلا با شونجي أبوكو يعني يا كان برك حققتو كنتو تجيبوه البرنوس نعرفوه بالبرنوس حنا هو البرنوس التريكو فوالا شكون هذا اللاعب؟ هذا ماما تجيبوه مرة خوني خوني ولا ماشي خوني لا ماشي خوني نعاونكم لعب في الخروب خروب خروب عنابة شلف 2007 وليد قلمة هو وليد قلمة الو الو معليش معليش خمو سحلنا شي هذا في التليفون يا با بروبليم تفضل بوح سحلنا شي يا با بلاش ما بلاش همامي همامي برافو همامي ناصر همامي بألوان جمعية الخروب أو يريبوندي قال راني في ليميسيون سا سباسيري بيان الحمد لله لكن ما كذبش الله يبارك عليها علاش تحية المدام بيان سور شكون هذا اللاعب؟ قشير برافو عبد القادر قشير لاعب دولي سابق ولعب ايضا لعدة فرق منها شباب باتنا باتنا عندنا شكون هذا اللاعب؟ سماتي برافو سماتي فؤاد سماتي متوسط ميدان اتحاد الجزائر في سنوات 90 ثلاثة مقابل واحد هاكا ربحينا ويتابع مليح الحصة تاعنا افون ان با نحيو بالمناسبة شكون هذا الفريق؟ سيربي نو ليكيب ناسيونال برافو ليكيب ناسيونال كاع بروجي عمار عبروق ليكيب ناسيونال تاع الفريق الوطني في ألف اي سنة 72 70 70 مع كلام سلمي عمار وبروجي نص تاع سيربي تو تاع في شكون هذا الفريق؟ مداني ستيف 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 قال ما شكون هذا؟ خسرتونا نو حراش نو 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 حراش كادري كادري ماشي لاجيري ما با هذه برافو على ترك هادو فريق ناسيونال اسمع ايش كون فريق مطر كاين عزيز قادري وعمان ايش كون برافو على محمد اللي الى سوبلي ماشي كبار تاع سبور تاع تركي راهم يلعبوا في تركيا سبور قول يا سبور ماشي تونيزيا هادو ما تونيزيا تركي تي 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 كيف تركي تجيب لها حنايا كيف ثلاثه في تركيا سي بون جبتها ايدن ترك ايدن ايدن سبور التركي في 1992 مع الثلاثي الجزائري عماني قادري ولونيسي كاع الجزائري بون جو باسكو لونيسي ما صابوهاش ما صابوهاش فريق تركي معليش شكون هذا الفريق؟ ايدن بارك بايرن الانجليز الانجليز لا لا ليفربول ليفربول مانشستر يونايتد جورج بيست جورج بيست مانشستر يونايتد بطل اوروبا في 1968 3-3 واش هذا اللقاء شكون هذا الماتش؟ الجزائري تونيزي الجزائري ايجيبت عمر شوقي ماهر ابراهيم الجزائر مازال هالسكور عمور الجزائري بوشرى هذا مانيش هدف مقابل هدف تصفيات اولمبياد لوس انجلوس في 84 هذا ماشي بيبو فيريفيت الخطيب ماشي بيبو سموه محمود الخطيب شكون هذا شكون هذا اللقاء؟ بو طالب الجزائري قالها ماستر كوت ديفوار كرسي ضيعتها
كيف واحد عمار لا فينال هذه لا لا ماشي لا فينال دومي فينال بينارتيات سي صح اكزاكتومون كملوا بينارتيات بعد مصر كايتا وابو تريكا وصل الزاد مصريين شكون هذا الفريق بعد شكون هذا اللاعب شكون هذا اللاعب كوبا لا لا قالها ملي مالينا ماليكم انا ما بغيتش نجاوب بسمعنا شكون 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 ما سمعناش سمعت ريكوبا بعضو ريكوبا الفار لا لا من دون قالها الببليك لا لا قالها 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 الببليك يا ناسي انا سمعتك بعضو 5 كاكا قالها ناسي ها قالها انا معاكم ينا يا ناسي قالها شكون شكون هذا اللاعب ماكش لعب هذا تاع بنين بنين على عشان سي صاحب دافيد بنين هذا باباك باباك بنين بون سي سا 4 راح يربحوا دو توت لي مانيير شكون هذايا بور لونور زبير بيا برافو زبير بيا فوز ثاني على توالي لفريق محمد حسني ومبترك ندير حاجه مليحه ما نكونش مليح الفريق تاعي يكون معمر عبد الوهاب تيزاروين يعطيك الصحه ميرسي بوكو اللي جيتنا اليوم في حصه حصتنا حصه غير فوتها عجبك يعطيك يعطيكم الصحه انتم اسمع الاستضافه هذه ولو تسمحي لي عندي اهداء نقوله اولا قبل شيء نهدي العائله تيزاروين بصفه خاصه نهديها البابا ويما ربي يطولهم في عمرهم ان شاء الله ولادي والزوجه تاعي وجمال رحموني وياسين فراز اللي راهم بانجلترا بارك تاع ياسين زيد 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 كيما يقولوا نتمنى لهم التوفيق راهم يعملوا واحد العمل عندهم ما يبقاش يجيب الطالب موراه كيف نحييهم ان شاء الله وان شاء الله يكونوا بخير يعطيك الصحه شكرا حميد مشادي يعطيك الصحة ميرسي بوكو اللي جيتنا من وهران سبيسيالمون لينا غير فوتها بارك الله فيكم ان شاء الله ومنا ليميسيون ان شاء الله مزيد من التألق ان شاء الله وان شاء الله عندنا إهداء عندي لاسوسياسيون لافوت على ليزونسيان جوار صحابي ان شاء الله نتمنى لاسوسياسيون ان شاء الله المزيد والتألق ان شاء الله وان شاء الله وعندك بنتك تحبنا بزاف وعندي بنتي فان ليك قالت لي بلغ لها سلام والله هند وكما شوقي وفرح وامينه وامهم وعندي الفرنجه خويا اللي في كندا يحيى والهواري واختي حياه ان شاء الله اللي بقات كما قال لها الله يحفظهم ان شاء الله ويبارك فيهم ونتمنى للشعب الجزائري ان شاء الله خاصه كما نتمنى لهم ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا ونتمنى ان شاء الله الشفاء كاع المرضى وان شاء الله يشافي الرئيس ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله عمار عمور شكرا نسمة نتمنى مره واحده اخرى عام سعيد لكاع الجزائريين الحضور معنا وخاصه السي حناشي نقول له هذا اقل تكريم نقدموه لك اننا عرضناك لهنا وكرمناك بالصفه هذه ونشكر جميع المشاهدين اللي مشوا محمد نشكركم نشكركم بزاف بزاف ونعاود نقول لسقاسه مقاس وفيفا حناشي فيفا حناشي وفيفا حناشي وانا نموت على حناشي ولا جاك ملل ما تعطيش الفيلا ما تبيعلاش راني نقول لك وتحيه جي اس كا وان شاء الله جي اس كا بحناشي عندها التاريخ تاعها وان شاء الله ثاني تقعد امانه وتقعد جي اس كا توجور في القمه وميرسي كاع اصحابي ويعطيكم الصحه وفيفا حناشي فيفا حناشي فيفا حناشي امين كلمه قبل ما نخلوك انت تختم الحصه بغنيه بيان سور اللي يعرفوها كامل الببليك تاعنا فيفا حناشي فيفا حناشي مسعوده دونك يعطيكم الصحه بور لانفيتاسيون صافي بليزير حناشي وهاب خويا حميد عمر عمر شو تلاقيت بهم بروميير فوا بون كونتينياسيون ليكيب لاشين و غير فوتها ليميسيون اسبيرون نعاودو نتلاقاو في ساعة خير ان شاء الله غادي بليزير يعطيكم الصحة بون كوراج بون شونس بور لا شونسون بور لالبوم ان شاء الله يا ربي نسلم عليكم كاع لو جروب لو جروب كاع نسلمو عليهم ناس خميس مني انا كاع لي فان تاع اورلين قول لهم يعطيكم الصحة وغيستي برونشي وجاي جديد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسيم قبل ما نروح المحشرف داني مو نسيم انا الكلمه حبيت انا نقول لها برك المدام ديالو
سمحي لنا اللي حنا عطلنا هذا اليوم وخليناه قاعد هنا حكمناه باسكو اون لام ماشي غير لا فامي تاعو اللي تحبوا كاع الجزائريين تحبوا هذا ما هذا ما انا ليسونسيال تفهمتو تفهمنا معها والحمد لله لو ميور بور لا فان سي ماشي فحناشي مو شي تري تري رافي اللي جيتني اليوم جو سي كو ما درتش لي بلاطو صافي لونتون ما هدرتش مي فوز افي اكسبتي مون انفيتاسيون اي سا مونور بوكو ميرسي جو سي ميرسي انكور انا جو سويت ا تو لي الجيريان ان شاء الله اللي عنده اللي ما عندوش كل واحد يمد شويه 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 و لي بوفر اي بون مونجي باسكو سي با فاسيل باسكو انا راني نشوف في حومتي يا بوكو دو مونديون مي سي 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 غراف ماشي لازم الحكومه تاعنا ال با سوكوبي uniquement des gens qui sont pauvres. وانا تنيت اليوم اكسبسيونيلمون عندي اهداء لزميلنا مولود شعلال اللي زادت عنده اون برينسيس روزانا روزالينا دونك احنا نقولوا لها ان شاء الله تتربى في عزهم ويعني الصحه والعافيه للوالده ان شاء الله وبيان سور مبروك عليك مولود ورانا نستناو لو غوتور تاعك حنا انكور اون فوا ميرسي بوكو لي انفيتي تاعنا ميرسي بوكو اليوم لا ريجي تاعنا لي سي موبيليزي فريمون بور رياليزي سيت ايميسيون لا ريجي لي تكنيسيان كامل دونك يعطيهم الصحه لي رياليزاتور تاعنا من سعاده علي شيخ كامل اللي ساهموا ولي كادرور باش تكون هذه الحصه اليوم سي تي با ايفيدون دي با مي الحمد لله جازت بيان بوبليك تاعنا يعطيكم الصحه ميرسي بوكو انا نقول لكم اون كون فاس قسم قاس ان شاء الله خديتوا وقت مليح معنا ومع لي زانفيتي تاعنا بيان سور جي اوبليي بوشرا لا برينسيس تاعنا نقولوا لها بون انيفيرسير جوايوز انيفيرسير بوشرا جوايوز انيفيرسير عبد القادر عبد القادر هذا سي ان بتي غارسون جانا من بومرداس من 8 تاع الصباح هو يستنى فينا باش يحب غير فوتها ويستنى فينا باش يكون معنا دونك يعطيك الصحه وكمل شوفنا وان شاء الله كمل تقرا مليح باش تولي يعني واش حبيت حاجه في الدنيا عبد القادر ميرسي وفيفا حناشي انا اقول لكم انتوما يعطيكم الصحه اللي سهرتوا معنا اليوم كما في كل يوم جمعه وان شاء الله بنافي با يعني السهره كانت ممتعه نعطيكم موعد الجمعه القادم ان شاء الله مع مفاجات اخرى ضيوف اخرين تهلاو في رواحكم على خير فيفا حناشي وعلي من سعودة لافك مهويدة عندي يا إيبيزا وانا يا أبي ميني والكوب كاري والهويري مكاري قارع كيما مداري وانا يا فلاري سمحت في بن عودة ديريكسيون الأودة سميت روحها جديدة ديرت آمي جديدة يموت على الحديدة حسبت روحها بوبية تهدر الكورية روسي بالزيرية حشك مسكون في سيجية يا ليبيا والبومادا وتحليك الكروكبا السيت واللي بلوندا السكت القال خردة وشكون شرات خانيش حبي الانانيش تسهر في لاكورنيش مسعودة مسعودة وعلى مسعودة لا فك مهويدة عندي هي إيبيزا وانا يا أبي وانا
ميني ولكم بك.